يدوم العليا شعاره المحبة غيته وغلاوي تدر في حياتك تسمى بحلى عبارة في حياتك تسمى بحلى عبارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. عليكم السلام. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. راحوا وغنى وغنى وراحوا مشوا.
الواحد يقدر يروح يتحرك، يقدر يمسك القرآن، يقدر يسجد لله، يقلب المصحف، يقدر يروح برجليه ويرجع برجليه، إيه نفس كذا، فهمت شو الطريقة؟ وإن جالسين حلو حيل، عندنا طاقتنا، عندنا قوتنا، حطنا في لعب حلو حيل، فهمان فهمت الطريقة؟ فميدي أبي أقول تخيل الحين يا عبد المجيد أبغى موية، عبد المجيد ودني دورة المياه. أسوأ شيء بيقوله الشخص الأخوه ولا الأبوه ولا الأخت ولا أحد، ودني دورة المياه. شوف شوف كيف تخيل المأساة. أنت لأنك فاهم الخطة كلها، لا خلصت أنا بقول كلمة صغيرة شيء بسيط وأنت أمسك، ما عندك مشكلة، عارف أبد أبد عندي عبد معي كل شيء. خلاص بس أنا شيء بسيط أتكلم عنه، أنا سبي أبي أمس الحبل. وين ما أدري، أشوف الحين كان أنا داخل عند حبل أحمد سعود ولا شيء، أودي بحبال الحين. بس أحمد لا شو اسمه، لا تكثرهم، خلنا أنا أربطك. هي أنت بس أدور الحبل، أنا أبي حبل. طيب أنا بروح أدور حبل، إذا ما لقيت حبل بشوف لي شماغ ولا شيء حلو. هو ثلاث شماغ ولا الفرش ذاك اليوم اللي جبتوها، شلون اللحف الحمر والزرق ذيك، هذا كيف فراش بتلعبون فيها أنتم في العصر؟ إيه متساحب وفراش واحد يربطني فيه خلاص، وغترتي على عيني فرضا ولا شيء. تمام يلا، والله أنها حلو مكوية حقتك ترجع قدها. شوف أنت رح غيرها، شوف شوف أنت رح للي خبره خبرك، تكلم وأنا أضبط الأمور. إنهم بيتعشون ربع يتغدون؟ لا خلاص طلع على أي، بس باقي ربع ما تغدوا، أحمد ما تغدوا ربع ما تغدوا عادي. أنت الحال أفلح أفلح لا أسكع في ريحي، أنت مالك شغل، أنت مرتاح عندي أسكع في رأسي. أنت مالك شغل، فيه حول 150 أو 160. أنا بس أسكر الباب ها؟ إيه يلا أنا راح أضبط الأمور، أضبط الأمور الساعة 6:04 دقائق. في كرسي هنا؟ ماذا كرسي سهل هذا، وهذا هذا تعال شوفه، تعال شوفه هنا مرة مرة هذا هو، أدخل بس بس هذا ناقص حبل بس خلاص. يلا هذا هو شوفه حلو مقاسه، شوف هذا وش هو كرسي ذا؟ هذا على المشي، لا كان كرسي عادي أبيض عادي، تبي عادي خفيفي خفيفي، أنا مش هذا بيقعد الشيء اللي نحطه كذا هذا يمشي. المشكلة مو كذا، المشكلة تتضح الفكرة مباشرة من هذا، ما فكرة تنفض تتضح، أبي تكون ذي اللغة. صح 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 تبي اللغة. وش هذا المربطين عرفت؟ أبي تكون شيء مثل ما تقول شيء غريب. طيب أنت راح كلمهم. كل من؟ كلم الحاجات. لدا. عشان ذا؟ هي. لا أنا شغولين مع ذولي، لا خلصوا، الحين بيطلعون. نطلع فضو. خلاص تسوي أجانب. نطلع فضو. أجانب روح تكرم دورة مياه. خلاص سم سم. خلاص سم. أنا وياك ها؟ أبشر أبشر. أتجمل عنه. أبشر. المعامل والجلسة والناس. هذا ودك مفتوح بكل ديره مثل سلع سمعونا في الديره تاخذ علوم. جاك اخبار ها؟ اجى اخبار الجو إيه؟ حلو صار الجو غيم حادث كان رجال الاسبوع اللي فات كان الجو غيم، كنا حاطين قاعده هناك والمعاميل و... إيه. عرفت بس اليوم الجو فيه غبره شوي تقول ايه الجو هبايد وحار اللهم صل على محمد. شباب موجودين هنا كلهم؟ هلا والله. سلام. هلا يلا حيا. صح طيب. يلا حالك. صح طيب. كيف الحال؟ صح طيب. صح طيب. ريان. حياك الله. وسهلا. صح طيب. يسعدك الله يبارك. كيف حالك؟ حياكم الله يا رب. كيف حالكم؟ صح طيب. الله يحييك. تفضل تفضل يا مرحبا. الله يرضى عليك. الله يحييك. فقام يصبح جاهز ابو خالد. هذا شاي ابو خالد. ما ادري. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. انت فزت بالعزبه ولا دقنا شيء؟ والله الحين بدوك. يقول شاي الله يبقيك. سم. يا هلا الله حي. والله شغال. والله شغال. والله شغال. شو نسوي معك؟ شغال والله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب صحة الكاميرا. هلا هلا. حياك الله الله يسعدك. يا فؤاد. السلام عليكم. يا هلا هلا والله. عاد يقول لك بعد الغداء لازم تشاك. كيف الحال؟ طيبين حبيب محمد. يا هلا. كيف الحال؟ الله يعافيك. تبغى فنجان القهوه؟ صفى قهوه الربع. ولا شاي ابو خالد؟ شاي ولا شاي؟ وين ابو خالد؟ شاي شاي ابو خالد. شاي ابو خالد. بو خالد لازم. ابو خالد انت طلعت ابداعاتك وبكره الشباب يشغلونك على الشاي. من استكانته الناس حبتها. يجيك يقعدونك من النوم لخرب. استلم البريك. ما شاء الله تبارك الرحمن.
يستاهل والله. سلمت الله. وما تجي عزبه بدون تعلوم لازم ياخذ درس اول. لا لا ابو خالد امزح عليك والله. ترى صدقت بغيت ارجع لك البيانة. امزح عليك ابو خالد. لا والله يجي والله يستاهل العزبه صراحه. والله يستاهل. يستاهل ابو خالد. لو من اول مره صلح الشاي كذا تسلم. الاستاذ لازم نشرب الشاي. ما شاء الله ما شاء الله. يا حبيبي الله يجزاك خير. طيب ابو خالد رسالتك للناس اللي يحطمون مثلا واحد يجيك يقول الشاي حقك مو بزين وش رسالتك للموضوع؟ ها؟ هذا شوف في شغله انا التحبيط للاسف رسالة التحبيط تاثر فينا واجد. وانا اول قلت شغله قلت احنا تبارك الرحمن دول الخليج بما اننا نصدر الناس ونصدر التحبيط بس التحبيط حق شعبنا عرفت؟ واحد يحبط الثاني كل ما يشوف انسان ناجح يقول هذا انسان حبطت لا لا حرام عليك لا والله بالعكس الحين بمدحك فمرات الواحد يحب الثناء والكلام الطيب حتى لو كان شغله مو 100% مضبوط انك تمدحه هذا يعطيه حافز يقول لك الانسان مهما كان ناجح يستطيب للثناء مهما أيوه. كان وصل من درجات النجاح وده بالمدح ما في حد يكره المدح هذا كان في طالب امريكي مدحني طيب اي في طالب امريكي اسمه مونتي والله نسيت اسمه ابوه مونتي روبرت هذا الطالب كان ولد فقير لدرجة أنه كان ينام ويا أبوه بالشاحنة أنه ما عندهم مأوى سبحان الله هو يداوم في المدرسة فجاء المدرس وقال لهم إيش رأيكم كل واحد يكتب لي تعبير شنو يشوف روحه بالمستقبل فاللي قال أنا طيار اللي قال أنا مثلا أصير دكتور مهندس هذا الولد كتب شيء جديد قال أنا راح يكون عندي أكبر مزرعة تربية خيول فقام المدرس وعطاه صفر بعدين جاله قال له ليش عطيتني صفر قال له أنا حلمك مو واقعي انت عايش على شاحنه من وين راح تجيب مزرعه كبيره وتجيب خيول اصيله تربيها عندك من وين راح تجيب الفلوس قال عيد التعبير عشان اعطيك درجه زينه فهالطفل قال كلمه جميله حق المدرس قال اخذ درجتك وانا سوف احتفظ بحلمي مونتي روبرت حاليا عنده اكبر مزرعه في كاليفورنيا يربي فيها الخيول ومشهور دوليا ويدرب شهريا مئات مدربين الخيول هذا من حلم ليش نحتفظ بحلمه السؤال كم واحد فينا كان عنده حلم حبطوه الناس حبطوه الناس لدرجة مونتي لما قالوا له هذول اللي يحبطون شو تسميهم قال أسميهم سراق الأحلام حتى لو تلاحظ يعني عندنا واجد مبدعين في المدارس الهوايات أنا أول ما بديت هواية التصوير قبل 5 سنين أتذكر وريت الصوره حق واحد من الشباب قلت له ايش رايك بتصويري لانه هو كان مصور قال والله لو معطيها حق جاهل ومصور ابرك من هالصوره هذه انا لله نسف الجبهه شنو قلت له الله يجزاك خير على هالنصيحه قال لي نصيحه انا قاعد اذمك قلت له هذه نصيحه بما ان انت قلت لي اني جاهل فبصورتي فيها براءه الطفوله وهذه ميزه ان الصوره كانت عفويه حلو سبحان الله بعد 3 سنين هذا نفسه قام ياخذ عندي في دورات التصوير اللي انا اقدمها وبعد 5 سنين حاليا انا مخرج في احد التلفزيونات في الكويت ما شاء الله يعني ان شاء الله بعد 5 سنين يصير عندك اكبر ابريق شاهي اصفر باذن الله اكبر انا اتوقع مزرعه ليمون وكاشت مزرعه ليمون ولا محل رحلات مثل المرباع باذن الله باذن الله والله لي الشرف ان شاء الله اللي عنده مشاركة أبو غنى أنت شكلك مثلي تفكر في المخدة والله العظيم من دخل أحد أن يشره يا الربع صراحة لا نعمة نحمد الله ونشكر واصلين خملنا لا غير أنا ومحمد جاي من سفر وماش نوم ما في نوم أي والله والله ما رقد والله بغت والله بغيت أسحب سحبة اليوم اليوم ما بالك حاطة 12 منبه 6 على جوال 6 على جوال لا حول ولا قوه الا بالله الله يطول عمرك ها والله اتكلم جد والله اني اسوي كم راح ابي سفله انا ابي المكيف حق بيت الحكمه المره الجايه والله نكتب شيء بس غششك ترى علمني محمد والله طعني هاي علمك والله اختصارات عندنا عجيبه علمك كتبك لا علمني بس ما ادري بس انا نسيت ادري عشان كذا اقول كتبت طبعا لا ايه من لا من لا ايه لا طعني طعني وعيب ايه طعني عاد شوف قال اسمه طعن والله ابو خالد في المخ انت كسبت الحين وش نسوي هذا شلون نخرب الجائزه يا سم
ترى فيه نكهه مو طيبه حر. من هو؟ اشياء اشوف النكهه مو طيبه. لا مو بزين. سرور روقي يا اختي تختلف عليك. مايكك سارق الاحلام يعني عشان خذيت شو اسمها الكورة جوهرة. نعيد السالفة بالعكس هذا دليل النجاح. الرجال يستاهل عشان ترجع للشاي وتبحث وش السبب اللي خرب الكاسة وتصير للأفضل. نعم ترى غير تو اشتغل مايك أبو خالد. أبو خالد المايك تو اشتغل فأقول الرجال يستاهل. أبو خالد ترى مايك كان طافي. أبو خالد الحمد لله تو كان شغال. أبو خالد مايك كان طافي. لا شغال. لا كان طافي طول الوقت السالفة اللي انت قلت مايكي ما يطفي. طاف اجر صح ما مشيت عليه خلاص اسف. لان سمعت صدى تو مايكي ما يطفي ما في زر. اوه واضح اني نعسان هذا في صدى. اي والله ابو ريان عطنا سالفه من سوالفكم بس ما يكون فيها اكشن يعني كذا موت وذا نبغى شيء. كثير يسالوني يمكن بما انك المتابعين يشوفوني الحين يسالوني يقول كيف تطارد السحاب. بعضهم يعتقد طرد السحاب انك تطرده. لا انا الحق السحاب يعني استمتع كذا كلنا الله معطيه هوايه. يعني لما اشوف سحاب بعيد او الغيم الغيوم البعيده اشوفها على طول ادخل البرنامج. طبعا في رادارات مباشره وفي شيء متوقع خلال 24 ساعه هذا كله ابوها برامج ولا علمها عند الله. فاستمتع لما اشوف السحاب خلاص صارت مدرسه عندي. السحاب هذا لما ينشا وين يروح وش يضرب اي منطقه. احيانا سبحان الله السحاب يا يتجلى يضعف احيانا يا يقوى. فهذه متعه لما اشوف السحاب بعيد اروح اضرب كيلوات. يعني احيانا اروح بيوم اضرب 700 كيلو وارجع 700 كيلو اروح وارجع. انت تطرد السحاب بس استمتع لما اجي تحت السحاب ويصب عليك. طيب مكانك رحت تلد السحاب متعة تصوير متعة هواية. تروح لك مكان يقولوا عليه غيم لو جيت الا انجل الغيم منه. صارت كثير يعني في كان في توقعات كان في توقعات على مناطق مثلا توقعات امطار قوية رحت وصلت ضعف المطر رجعت عادي. اسلم صورت الستار تريلز ما لي هواية ترى التصوير كثير اللي يطلع في الحليب تصوير وقت ال... لا مو قوس غزة ستار تريلز اللي نجوم. تشوف النجوم دوائر النجوم اي لا لا تثبت الكاميرا ما صورتها ترجمة فاشلة ما تصور. شوف الآن إذا مصورين كذي الآن البرامج هذه أشغلتنا شوي. يعني الآن يا تمسك كاميرا يا تمسك جوال تصور سناب صحيح يا تمسك الجوال تصور مقاطع بالعرض علشان حساب الانستغرام صدق. فما تش تبدي عليه الآن. فأنا أشوف السناب شغل الناس كلهم. انا تركت يعني التصوير قليل. انا اصور صور بل صارت بالارشيف. على طاري الصور ابو ريان ترى الشباب يطلعون حسابك على الانستغرام على الشاشه. ابى نتشرف بيطلعونه نتشرف ويستمتع. بس انا اشوفه حر جوف يعني اللي راعي بر وفي دوامه لا يدخل حسابه. يعز الله ان يرسلوا لي بسناب يقولون لا طلعت ترى بنفس الطلعه راح يصير عليك شيء. وفعلا طلعت انت طلعت لي طلعت كثير تنكدت لكن الحمد لله على قضاء الله. الرطريط الرطريط بطريق شنو هو بطريق ها؟ انت بتقول الوحل يمكن الطين وحل وحل من الوحل ايه؟ الله الله خليط من الطين والماء ايه ما ادري ايش وراك فيها يا ابو ها؟ نسميها صبخه ما ادري ايش وراك فيها لا ها؟ الطين المي اللي يجي الارض ها؟ لا نسميها صبخه يمكن تسمونها صبخه 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 لا 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 صبخه ماء طين صح؟ شوف احنا واللي بسوي ابوه الظن جباني عار الحين الفريق اللي يبغى يسجل فيه انا جيت وابغى اتطوع وش اللي ظهر ولا وش المطلوب والله كل فريق له شروطه كل فريق له شروط خاصه يعني بعض الفرق تتطوع معاهم على طول البعض يطلب منك شروط خاصه مثلا تكون الموتر دفع رباعي يكون معك جهاز المراسل يكون معك يعني اذا بتطوع يعني هذه الشروط موتري ها موترك متطوع والبنزين والتعب والنوم والدوام وال كل الإجازات هذه تحملها بعض المتطوعين يمكن يجي يضر الفرقة يروح هو بنفسه هنيجس فلا بدل ما ينقذون الناس يروح ينقذونه اي نعم نعم صارت معنا الآن يجيب لك موتر له بدبل ولا يعرف يسوق يمكن كثير من الناس مثلا يقولون أنتم تفاجئون أحيانا أهل المفقود أحيانا لما نطلع حنا حالة بالغالب إذا حصل أحد أعضاء الفريق المفقود بالغالب يكونون معنا يا أخوه يا أبوه يا أحد أقاربه ما نتكلم على الجهاز الرجال أنا جيت حصلته متوفي أنت لازم تعطي إشارة رئيس الفرقة عشان ينبه الأعضاء ينسحبون أو يتواصلون. فأحيانا إذا جيت لقيت الحالة مثلا متوفي في رموز حنا مسمينها ولا أقدر أصرح بها إذا كان متوفي لها رمز إذا كان الرجال تعبان إذا كان مغمى عليه إذا كان الرجال ماشي تارك السيارة كلها رموز ورئيس الفرقة هو اللي يحدد هل نجتمع بنفس المكان ونبدأ الانتشار من جديد. إذا كان متوفي على طول يعطي الرمز المعين خلاص ينسحبون الفرقة كلهم
عشان الأب أو الأخ ما يجي يشوف الموقف قدامه. طيب هي الفرق هذه متى تأسست وش شلون بدأت؟ في فرق فرق أقول لك يمكن أكثر من 10 فرق، كل بالغالب كل مدينة لها فريق. في كلها فرق. الرياض موجود هنا؟ إيه في فريق عون، في فريق غوث، هذه يمكن من أكبر الفرق وأقدمها. وفي فرق كثيرة. أنا أول ما عرفت أنا في فريق بس ما يروح يمكن غوث في القصيم. أنا ما أعتقد بس ما أعرف اسمه. القصيم. في فريق بالبرص عندكم. فزات. في أي نعم في فرق كثيرة وكلها عملها واحد، كلها هدف واحد. طبعًا. أول لما يصير عندنا مفقود كنا نتعب يعني نحط على قناة معينة ونطلع نبحث عن مفقود، ناس يروح شرق وناس يروحون غرب والمفقود تلقى جنوب. الآن الفرق هذه ريحتنا كثير، ليش؟ تجمع أكبر عدد من السيارات يمشون تحت إمارة شخص، فيكون الشخص هذا اللي يوجههم يكون عنده معلومات ما يمشيهم على جهل. بالغالب يكون جامع بيانات من أهل المفقود، جامع بيانات من آخر اتصالات له، اتصل على مين، يأخذون معلومات وين راح، وين توقع يروح. إيه نجمع معلومات، أحيانا نتأخر ما نطلع عشان نجمع معلومات. هي مو بالسرعة على. طبعا في إدارة للفريق. فالعمل متعب جدا، يعني تعمل أنت ببر، تبحث ببر، يعني أنت طالع تخاطر بنفسك. مثل ما قال يعني محمد في الفريق له إدارة وله. هي له إدارة، إحنا تقريبا 10 أشخاص لإدارة الفريق. يشرفون على الفريق كامل وكل جروب له مشرف. ما في احد يدعم الناس اللي تتعب دي؟ ما في الدعم، احنا مخفي، لازم يكون تحت مظله معينه والمظله هذه اللي تدعمك. سجل رسمي بريه ولا ما سجل؟ لا ما سجل. ما سجل لا. لكن انا سمعت انه الدفاع المدني يعترف بجهود فريق عون. يعمل لهم جهود فريق عون وفريق غوث يشكرون عليها، يعني تخيل يجلسون 15 يوم إذا جاء السيل يدخلون عندهم غواصين، عندهم طيارين يدخلون داخل السيل، يجلسون 15 يوم. طبعاً بعض الجهات الثانية ما تستلم مثل ما استلمهم ولا تشتغل مثل ما اشتغلنا، هذا متطوع مو مثل الشخص اللي يجي يشتغل اللي يشتغل براتب ويسمح لي بريال. يا شباب فريق عون حقيقة أنا جازت لي طريقتهم، خروجهم منظم وطريقتهم مرتبة، حتى خروج السيارات للبر وطريقة تمشيط المنطقة لهم طريقة معينة. نعم. يخرجون طبعا الغالب يخرج معهم الطيران الشراعي. نعم. سمعت الأخ جمعهم الطيران الشراعي، وفي فريق من ضمنهم فريق الطيران الشراعي. هذه حقيقة إبداعية ولا تحتاج بالأخير تطوعي بعد متطوعي. طبعا جبار. ما يحتاج الإذن بالطيران أنه يجي الإذن وبعد يوم يومين. عندنا مفقود برس الآن أسبوعين، شخص برس مفقود أسبوعين تعبان في تعب وطلع من الأمر. آخر رصد له قبل أسبوعين تقريبا طريق الرياض 9 ساهر، صور السيارة 9 ساهر يمشي 200، 9 مخالفات ساهر على نفس الجهاز، على نفس السيارة الرقم يمشي 200، كله يمشي 200. أمس أنا أسأل نزلت عندي بالسناب، راسلني شخص قال لقيته قبل أمس عند مستشفى شميسي. هل فريق عون له دخل داخل المدينه؟ لا انا علمك فريق عون واغلب الفرق اللي انا اعرف خارج النطاق العمراني. كلهم خارج النطاق العمراني. خارج مثلا يتصل عليه شخص، احيانا يتصل على احنا الفريق له رقم واحد يتصلون عليه، كل الفرق لهم رقم واحد يتصل عليك يقول لك انا متعطل بالمكان الفلاني، بالله ممكن تنقذوني؟ لا ما ننقذك انت، الان اتصل جوالك، احنا هدفنا المفقود ما يعلم وين. هذا المفقود المناطق البريه. مناطق البريه نعم. هذا مفقود الان. لا بس في مفقود مدينة. قصد مدينة. في مفقود خارج مدينة. المدينة الجهات الرسمية نعم. قصدك إن عون مثلاً ما في تواصل مفقود ولا. مفقود ما يدري وينه مفقود. والله يتعبون الأخوان تعب شديد. يعني أحيان يتكفل أحد الشباب معنا طلاب يدفع لهم مثلاً حق البنزين. الدعم إحنا موقفين الدعم نهائي، ما نقبل من أحد دعم. وأحيان نجلس 3 أيام، بعضنا موظفين، بعضهم تجيه خصومات، بعضهم يمكن يجي يحاسب على غيابه، بعضهم نحاول نستطيع ندبر له إجازة. من غير يجلس عنا يبعد عن أهله 3 أيام 4 أيام، أحيانا ننام بالبر نطة 5 أيام إذا لقينا جرة. طيب لو جاتكم مكافآت من رجل أعمال ولا ما نقدر نقبلها، لأن إحنا ما إحنا تحت مظلة. ها إحنا ما إحنا تحت جهة معينة. شو لا يعني ما عندنا شخصية شخصية. أنا رجال من باب المكافآت. أي لا مكافأة شخصية من شخص لشخص. في مثل بعض يقبلها، لكن الفريق إحنا موقفين نهائي ما نقبلها إلا لما نصير تحت مظلة معينة. يصير حساب رسمي عشان تعرف تدير ال ما شاء الله. تاريخ فريق ابو بريه والله يمكن له 3 سنوات الان. 3 سنوات الان. احنا بدينا طبعا مع فريق عون، واول ما بديت انا معاهم بعدين اسسنا فريق نخبه الشمال، مسكت انا رئاسه الفريق. طبعا انقسم الان القسمين لفريق نخبه الشمال. لا احنا نخبه الشمال بس خاص. انا اسست فريق نخبه الشمال، انعزلنا صرنا موجود الان للجوف بس. الجوف ممتاز بس الجوف. فريق عون ما شاء الله عليهم جميع انحاء المملكه، فريق قوث مجتهدين جميع انحاء المملكه، امكانياتهم قويه. كم عدد المتطوعين تقريبا الان؟ يكون والله بالجروب حوالي 200. جروب واحد فقط. جروب نحن نخبه الشمال 200، فما بالك الفرق الثانيه.
يعني آلاف تقريبا آلاف وكل السيارات مجهزة. الأعمار الموجودة بالفريق الأعمار نشترط إحنا ما نقبل حيال العمر. يجيب لك شيبه هم يجيبوا لي بلا سكر لكن بلا اقصد يعني لازم شخص صحته يتحمل شوف في بعض التدقيقات بعض الفرق يدققون على مواضيع مثل كذا مثلا بس اللي ما يفحصك فحص كامل احنا بالغالب نعرف الشخص اللي جاي يبغى يسجل يصير بين الاداره مشاوره اذا الرجال مثل راعي بر ومعروف الرجال خلاص يكون معه مقابله شخصيه يعني لا احنا ما في مقابله لان ما هو شيء رسمي هذا تطوعي هو مجتهد لكن انت تخشى من شيء واحد صغر اللي صغير بالسن تخاف يروح يضيع اذا تسأل بتشوف الرجال خلفيته ويشوف معلومات والله هذه ما هي موجوده الان يعني احنا تعرف اذا صار عندنا مفقود اجتمعنا وطلعنا بس مع بعض يكون لهم مشرف عليهم تفضل حسب اللي عرفت انكم انتم الان فريق الان مجرد مبادره ومتطوعين فقط لا غير نعم. ما حاولتوا انها تكون جمعيه بما ان والله الآن حاولنا ورفعنا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه فتحت الموضوع ايه شؤون اجتماعيه صادق ايه وزاره لا وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه بعد تغيير اسمها هو التنميه الاجتماعيه على اساس انها تحت مظلتها مبدئيا يعني لكن الى ما جاء شيء رسمي يعني. هل انتم حاولتوا بالايام القريبه اللي انا حاولنا قبل سنه تقريبا قدمنا اوراقنا على سنة. التنميه لا الان في تنظيم جديد خاص في الجمعيات في آلية جديدة احنا ما احنا داخلين شيء ودنا وإلى الآن مستمرين بالعمل هذا يعني أقول لك المشاهد مو مثل اللي يطلع للميدان يعني والله العظيم نتعب تعب شيء ما يعلم بالله أنت لو تروح كشات لو أنزلك انزفت تقريبا عن الخط 20 كيلو لفوت تعبت فما بالك تبحث عن مفقود تمشي مئات الكيلوات بصحراء وتنام باماكن ما بها تغطيه ولا بها شيء انا اشوف انها مهمه جدا انها تكون رسميه انسان تقبلون قانونيه زي ذلك والله الرسميه زين تنشين احيانا صارت رسميه يضعف العمل يمكن التطوع يكون اقوى لكن هو لو كانت تحت مظله معينه وجاه دعم جاه دعم كسياره اسعاف كسيارات مجهزه للبر تكون مع المشرفين مثلا هذه ميزه الرسميه اول شيء يعطون دورات مثلا يعطون دورات اسعافات اوليه يعطون مع ان ما قصروا معنا والله الهلال الاحمر ما يخصم عليهم ك نعم يعني يميزون عن غيرهم الموظف كله اجازات رسميه مهمه كذا نعم ايضا لانه اساسا وكلها والله كلها احياء نفس اذا تسمح لي ذهب كلها احياء نفس نعم. ما احنا رجيم من احد شيء نهائي اذا تسمح لي هو الحين مثلا في موظفين حكوميين يروح يسوي نشاط رياضي نشاط رياضي نعم ما يخصم عليه يعطى اجازه بدون ما تخصم من رصيده اي صدق يمكن النشاط الرياضي 6 شهور نعم. نص عليها النظام اي بل اوكي نص ما هو احنا نبغى التطوع اساسا الافضل فيه انه ينص عليه النظام انه في تطوع جهه جمعيه لا شو انه انساني العمل هذا لانه انساني اساسا نعم. لانه هو راح ينقذ نفس وراح يفرح اهل وراح يفرح عشرات او ممكن انه يندرج مثلا تحت مظله الدفاع المدني إيه؟ هو أقرب شيء لها أصلاً بس المشكلة الآن الدفاع المدني يوقفوهم من العمل هذا بحث عن المفقودين الدفاع المدني ما يبحث لا ما يبحث لهم كذا سنة الآن مركز الشرطة اللي يساعدونا بالخروج أكيد هنا أقرب ماله يا بريان أسلم يحولون إلى جمعية يعني في عدة جمعيات ما ودي أذكرها إيه نعم يعني تحت مظلتهم صارت جمعية رسمية أنت من فتح لكم الموضوع أكثر ويصير أسهل وأيسر خاصة في بعض الأمور والتعامل معها مع الجهات الخاصة أو المختصة نعم. صحة العبارة نعم. فحتى الدعم يعني ما في أي مجموعة أو في عمل تطوعي إلا يحتاج إلى مواد أكيد لازم وقفة وماديات يعني أحيانا الواحد يتعب يعني كثير لما نطلع أحيانا يصير مثلاً 30 شخص اللي يطلعون بس البقية وين هم 200 شخص كلهم ما له قدرة على المادة المادة البنزين الآن غالي ويكلف حق الطلعة يعني يبغالك كم تدفع على السيارة والبروح أحيانا يضرب عندك كفر أحيانا تصير عندك أعطال لا سيما أن الفريق وفر جهد كبير على رجال الأمن وعلى رجال الدفاع المدني صراحة يعني كوفية المؤونة بقوة ما يعني إذا كان الدفاع المدني بيعمل بطاقة أو الشرطة تبي تعمل بطاقة 10 عسكر أو 5 دوريات هذا يطلع بالرحلة الواحدة من 15 إلى 20 إلى 30 سيارة تطلع المنطقة واحدة كلهم لهم عملهم كلهم لهم اجتهادهم كلهم مشكورون عليها ولا يعمل بخبرة وبتجربة وبعرف وشغل منظمة بحقيقة هو ميزة التنظيم يا أبو محمد هذه أفضل شيء كم حالة انطلقتوا خلال سنة بعد؟ والله خلال سنة يمكن تقريبا فوق 20 حالة بريان؟ اي نعم يبيك بغيره تفضل بس أنا مقاطع في اليوتيوب لكم مقاطع إيه لنا حسابات بتويتر وانستغرام ولهم باليوتيوب في مقاطع في باليوتيوب للفريق اي فريق نخبة الشمال للأنقاض أنا عشان الناس بس نبغاهم يشوفون الجهود اي نعم كل شيء هم يسمعون الحين بس ما يمكن بعضهم ما شاف شيء وما يدري
يدخلون اليوتيوب ويكتبون يبحثون ويشوفون فريق الجهود. نخبة الشمال للإنقاذ لو يبحثون بتويتر يمكن أفضل يشوفون التواريخ والحالات اللي أنجزناها. إلا الحالات يعني بعض الحالات ما نقدر نصور يعني الشخص اللي حصلنا بقود ما يتفاجئون من الشيء اللي بيشوفونه من أي نعم لو يبحثون باسم فريق نخبة الشمال بتويتر يحصلون كل شيء ما قاطع اليوتيوب كل مفقود نكتب عنه الله يكتب أجركم إن شاء الله اللهم أمين ويكتب أجر كل من وقف معنا وساعد وأخص منهم فريق الجوف للطيران الشراعي هم وقفوا معنا وقفة يعني يشكرون عليها. قبل شوية أبو محمد يتكلم عن رجال اللي صاده ساهر واحد من العيال الأسبوع اللي فات طالع وفيه مكان على خط السريع توهم حاطين فيه ساهر كباين بس الناس ما تدري عنها الرجال ده شايفه لأنه من هالديرة وراجع الرجال من عزبته ويمشي ويشوف ساهر قدام وقدامه سيارة هدية الناس قارب من اللي حقات الحليب وعصيرات عرفتها مساكين الهندي ما شاف انتبه ذي فجأة كذا الرجال يقول أنا أمشي وراه وداري إنه بدق بريك عشان كذا أنا محاسب حط بينه وبين مسافة يقول يوم شافها هو اللي يضرب بريك بقوة وتحس السيارة وتنقلب يقول أنا يوم شفته طيب ما عاد مسكت نفسي من الضحك يقول طلعت له وجهه غبار وماسك حداته كذا ويطالع في ساهر ويطالع في سيارته يقول أنا ما شاء الله قردني 300 ريال كم بدفعها ولا القلب اللي انقلب أنا وأنا جاي للبرنامج تو ما في ساهر ألا أكبس السيارة قدامي مسرع وتولع بوجهي ساهر تبيه ينتبه أنا ولا تبوجهي ساهر والله تحت 120 يبدو انه اقل السرعه يمكن 80 يمكن ولا ما ادري والله اكبس اللي قدامي مسرع بيه انتبه انا على الطريق السريع لا تو انا جاي طالع من الرياض جاي تو جاي البرنامج يوم تعديت تصور وجهي طريق القصيم لا لا هنا طريق الرياض جاي اجا شكلك كيف شكلك اعجاب الدجه لا يعجب ابدا اعجاب الدجه يمكن من جمهورك هذا هذا واحد تفضل انا اتمنى من هالمنبر هذا يعني خلال حالات وانا في حالات اكثر وهالمجموعات هذه في مبادرات من ضمنها هالمبادره هذه من اهم المبادرات ومو يعني مجرد انك انت يعني عمل خيري هي انقاذ روح يعني انا والله ما تحضرني الايه تمام لكن انت اذا احييت روح ومن احياها ايوه جميعا فانا اتمنى من هالمنبر مثل هذه المبادرات تتحول الى أشياء أو أعمال مؤسسية رسمية يتم دعمها من جهات رسمية وتنظر بشكل رسمي وأيضا يجيها من يجيها دعم من خلال الجهات الرسمية أو يوضع جانب مثل الآن مبادرة وزارة الداخلية نبراس معروفة مثل هالمبادرة هذه الرسمية أيضا هذه تكون مبادرة رسمية من الجهات المختصة في وزارة الداخلية وغيره رسمي الآن فريق غوث وفريق الكنعون غوث تحت رعاية سمو الأمير محمد بن نايف لكن الكلام مو على الرعاية الكلام على لو مثلا يكون تحت مظلة مؤسسة معينة ويكون لهم رقم موحد هذه ويكون لهم دعم حاولت طيب قدمت لكن الآن ما إذا ما في دعم ما يمشي العمل والأغلب الفرق قدمت واجتهدت والباقي على الله بإذن يعني شباب ما شاء الله ما طلبوا شيء تحفيزي يبون بس مظلة رسمية أكيد بس مظلة حنا شيء ثاني ما نبي الجمعيات خصوصا الجمعيات الخيرية عندنا جمعية البركة ممثل أبو أخوي أفتح له سبيكر تفتح مايك ما في أصلا خربان ما يتقفل جمعية البركة ممثلة بأخوي أحمد نبغى يتكلم عنها ونبغى ضيوفنا بعد السفير أسبوع أي سفيرة هالأسبوع بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء اللي تقومون فيه هو عمل خير وكلنا نتسابق وتنافس إلى أعمال الخير كذلك لما قال أخوي عبد الله قال الله سبحانه وتعالى من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به لن تقوم الساعة فأنتم سنة سنة حسنة وهي إعانة الآخرين وجلب مفقودين وفيها إحياء للناس وكلنا نتنافس مرة أخرى في عمل الخير فلدينا الآن في هذه القناة المباركة وهي قناة رائدة في أعمال الخير في دعم وقف البركة التابع لجمعية بصائر يخص القرآن الكريم وهذا الوقف قيمته 25 مليون ريال ومكان المقر المجمع في مكة المكرمة قيمة السهم 100 ريال كلمة بسيطة يعني تدعم هذا المشروع جزاكم الله خير
الله يبارك. بريان ابو محمد اعرف ظروفه. اي لا ابو بريان عندك كلمه ولا لك ظروف مع الموضوع؟ لا لا ابد ابو محمد لا والله انا ذاك أنا لك علي بس نبى أدعمه ما عندي أي إشكالية أبي بس كاتب فيه بروشور الوقت وهي 100 ريال صح ولا لا؟ نعم يعني السهم الواحد السهم الواحد نعم. يعني سبحان الله وبمكة جميعة القرآن وأشرف بقعة وقف البركة ها؟ اسمه وقف البركة إي والله يعني من أفضل الله يجزاكم الله هذا أبو محمد تدعم القرآن الكريم يعني تتخذ جمعيه القران الكريم نتكلم عن عن يعني عن الجمعيات بشكل عام ونخص وقف البركه ما شاء الله انه يدعم القران الكريم ما شاء الله تبارك الله نبغى نتكلم عن الله يجزاكم الف خير احنا بحساباتنا احنا مقصرين معكم باللي تبون حاضرين الله يجزاكم خير اي يجزاك خير وياكم تستاهلون كل شيء تستاهلون الدعم تسلم تسلم طال عمرك ما تقصر طيب تبدل لا لا ما في عدد معليش عندكم شفت عم سكوت فاسبنا كلمة الوقف البركة أنا أنا أرجع للوقف حقيقة جزاك الله خير أنا أقول من أفضل الأوقات اللي تكون مكة والمدينة طبعا فضل المكان حقيقة مضاعف الأجر مضاعف طبعا في مكة طبعا الوقف داخل حدود الحرم ولا لا بالضبط ما شاء الله تبارك الله طبعا ما أقدر أقول لأنه من أفضل الأوقاف وكتاب الله بعد ما شاء الله تبارك الله أنا أتوقف إذا كان عندي شيء بريال أبد إحنا اللي نقدر نقوله حساباتكم تنزل بحساباتنا وتستاهلون الدعم والمتابعين كلهم ما يقصرون اللي يتابعونا واللي يتابعون القناة نعم أكيد بيض الله وجهك وتستاهلون كل خير هذا اللي نقدر نسويه إحنا بيدينا جزاك الله خير عبر جماهيرنا والمتابعين أي نعم الله يتم إن شاء الله موجود الله على مصرف الراجحي وفي له رابط موجود في تويتر اللي هو بصائر الرابط ماله لا بصور سناب او الاكونت الحساب نفسه طريقه سهله يكتمل وانت والشباب ما تقصرون بكم خير وبركة نمشي يا ابو غناء الناس يا ابو الساعه 4:30 بارك الله في من زار الخف حنا 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 سجينا ولا ترى كان مفتي ماشي أنا بيكم عاد أنتم بعد تريحون وراكم راي أبو محمد وراكم أتخبى زي واحد سبع اللي راح الله يسعده كان يطقطق على الشباب وأول واحد ودع الله يستر عليه الله يستر عليه يوفقه ما عليه خوف لا ما شاء الله تبارك الرحمن ما عليه خوف مرة طيبة إن شاء الله استاذنكم يا شباب الله يسعدكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير الله يجزاكم خير كرمكم الله ها الله يكثر خيركم طول بعماركم لا لا خير ان شاء الله ان شاء الله لا طلعتوا ان شاء الله بالبر باذن الله خليهم يشغلون هايكم احنا نمشي ها قول لهم يا سعد لبيه ويش ويش يبغون كلنا سلمان كلنا سلمان بن عبد العزيز خليهم يشغلون هذا واحنا بنمشي لا لا والله وانتم معنا هاجر هاجر خايفين عليكم الطريق بشرط احنا نمشي خرب التنشيط والله احنا نمشي ما نمشي تم احنا نمشي يلا بيض الله وجيكم لا انتم جيكم بيدكم الله ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي حد يبي يفتح لي ولا شيء يعطيني خبر هاي الربع احد يبي ها وين رمصوف شوفتكم ومعرفت لي شيء اللي تبغى الله يصور بعمار الله يجزاك الله يخليك لا انت يا ابو محمد ناس الدنيا الله يسعدك لا الجنه الله يسعدك الله يجزاك الجنه الله يبارك الله يجزاك خير يبارك فيك الله يسعدك بعد راسك اقول لك من زمان ما استخدمت شاي شاي ابو خالد خلاص هذه تصير ماركه ان شاء الله يا حبيبي الله يستر عليك الله يسعدك بخلي لك النعناع وزنجبيله الله يجزاك خير والله الله يجزاك خير عشان نضبط حق الشباب ما صروا تحيا يا شيخ ولا ما انت لا تكرم ما بعد راسك الله يسعدك الله يخليك الله يلاقي احد يجي هنا خلاص 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 والله بدأت تخضر الأرض عندكم ها قزع يا ولد استغفر الله قزع الله فيك ما ها واحد قبل شيء يقول منطقة 18 واحد يقول نص الشرب القزع نص الشرب ها انتبهوا انتبهوا على الملعب لحد يخرب احد يدخل منطقة 18 بلنتي ترى نهائي دوري
اليوم نمونيه هنا صدق ايه شكلها كوره يمكن لا لا بس اخر نمونيه مو طبيعي صراحه جو شوفه مهبول مهبول والله مو بصاحي المعيد تقول الصاد لا لا ما نجيب الاشياء هذه شنار فل ما نجيب ملاعب كوره احنا خيل ابل رشاشات ما في قديم انا ترى جاي اول الزمن عرفت نبي نجيب لكم يوم من الايام كل سبت ترجعون ورا لا لا نبي نجيب لهم يوم من الايام عرفت هذيك الكوره اللي تدخل داخلها ايه والله بتضحكون والله نبغى عرفت اخوي اللي بخاطرك ترى يا اخي والله العظيم انه اسكتوا اذا تجي ترى تعقد واذا جبتوا ملعب صابون ترى ترجعوني قالوا يقول لي شو يعرف قتاد ما اعرف شيء غير اقول لك والله بكسرك ما حد والله تكسرت والله العظيم اسهل تيسر يا ولد ان شاء الله تيسرت ولا وجودكم ان شاء الله ما يسد يا ابو اسمع صالح سبت ترى مباراه بس انه مبكر لين يجي وقتها وضع اي والله لما يجي لكن ابي شاي بخاري ها شاي بخاري من استكانته الناس حبته الناس حبته وصلت للرب والله تم قلب شاي بالهير شاي بالهير شاي باللومي يلا عندنا اللومي والرمان كلنا زمان بين عبد العزيز كلنا زمان بين عبد العزيز عيدي عيدي أنا شكلها شوف شو يقول هذا ايه تشوت فيه مال فيه ملعب شكله في باب في باب باب موجود شفته وسط الدار يطق شوي بعدين يقول يلا يا اخي انت منظم خطير وبس صار عليك الله يسامحك ما صار شيء يجعني ماني برايم اذا انا اكل وش خلاص قلت ما شاء الله يا هو ما شاء الله عزلته طيبه والله يا طيب والله يجب اللعب لا لعب الكره مو بزين تبي ترقد خلي الكره توقف ليه وزنيه لا لازم يصير لانه صغير يا صغير لا 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 والله ما ينفع دائما يقول عزله طويل ما يصلح الكره هذه يصلح الأطفال فهمت اللي يلعبون لعب عادي بس الملاعب لا ما يصلح لي بس الفرادو ترى قوي ذا ما شاء الله أنا اللي سيقون الفرادو أبعد أنا هم الفورد سلفرادو يا سلفرادو ذكرتني في الفرادو روح هنا مو يهمك لا 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 شيء شيء رجع عليه شكل المفتاح هنا لا لا مفتوح الله الله ترى هذه جلسه نفسها هذه 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 نفسها واللي تحتها نفس الشيء بعد ترى هذه جلسه لو قفله مقفله اللي فاتحه واضح راعي معنا كل شيء بريد هذا هو الاسود هذا حق شاي جمر وش هو مرتب حكم يا اخي من اليوم ترى تلف علينا لا ايه ولا اجلس خلنا اجلس جوا اعطني ميلك اعطني ميلك هنا هذا ايه طيب اسمع لو قالوا 50 في 50 اوافق
64 60 60 45. يا ابو فلاح خلي ابوي يرسل العقد ونشوف. لا تكلمني اقعد اكلمه بقول شو الآلية. قول لي ارسل لي اللي تبغاه، ارسل لي انت وشغلكم على الايميل. وش اقول؟ اقول ارسل لي ايش بالضبط؟ ارسل لي نص الاتفاقيه. ارسل نص الاتفاقيه على الايميل. بكون عم نطور شوي. ايش ذا؟ غيره نص اتفاقية على الايميل. طيب ايش كمان؟ عرف نفسي اول شيء. انت اكيد اكيد راح تعرف نفسي. يعني بالله ادق عليهم الو نص الاتفاقية. في شيء في مسلمات. كمل. فهمتك. بقول كيف الآلية. أنا مستعجل جدا، أبي خلال أسبوعين أرسلها الوزارة ولا هم يرسلوا له. شوف هم يتولوا الموضوع شكلهم. طيب أنت أنا خايف ما أبي أرسل محتوى قبل ما أوقع العقد. هم بيقول بنطلع على المحتوى قبل. لازم لك كلتش؟ طيب وهذاك اللي يرفعها من الارض هذا قبل تحديد الدرس خلها على اثنين. يعني لو سويت كذا هذا ما له فايده. هذا شيء السرعة؟ هذا السرعة سرعة الماكينة. وهذا السلحفة سرعة الماكينة. يلا هذا زيادة ما يقصوا السلحفة؟ ها؟ ما يقصوا السلحفة؟ أها شكلها أنت؟ بسم الله. الكبوت حق على طول من تعب الزيت. لا ما تبغى ننتعها ولا ندفها؟ شغل ثاني. بسم الله اشتراك زمانك استمر. وين هذا البنزين؟
هذا كلت كلتش ذا؟ يعني ما له دخل التشغيل ذا صح؟ بس هذا إذا رفعته تمشي. طيب وين البنزين؟ ما له بنزين. هذا قيمة البنزين هذا. نبغى ندبل لها. بسم الله. لا لازم كلتش بسم الله دفه دفه خلها الواحد خلها تمشي شوي خلها تمشي ما لها دخل بالدفه نت معه كذي كذي عليك يقول ما لها دخل بالدفه عطها واحد وشغلها بعدين لا هي في الفارق شوف شوف حط على الاول هذا بعدين شو عم صار شيء يلا اخيرا ندفع شيء عشان تروح تتحرك. يا رجال يا منصور يا الله هذا وش هذا؟ كلتش ثبت ترى خلها هي انا ماني طالع بشيله مو بشيله برقعه ترى حلو بس انتم نفسيات ولا يجلس عندكم نفسيه سعد ها لا نسوي لوشو لان احنا يا سعد شوف انت نمت بترقد ولا الحين بتدفر ولا بتذاكر ابيلي ماده اذاكر منها ها ايش رايكم واحد عارف انه برايم ابغى ماده اذاكر منها للبرايم ايش رايك يا سعد اعطيني السيناريو اربطك هنا ها اربطك يلا بربط نفسي هنا بس بيشوفوني اسمعني بس تظلك رابط قاعد على الكرسي اول شيء مشت صامت مده دقيقه وانت قاعد على الكرسي الحين تظلك تمسك هذه انتم تقعدون تقعدون تجلسون هنا انت خلك مكان لا انتم تجلسون هنا بوجهكم وجه بوجه اي خلك هنا خلاص هنا ها يلا هذه قال طب خلها هذه اشتغل فيها هذا وتره يلا مسكه بسم الله اجلس ايش المسخره شوف بحط هذا كذا اسلم ابي ايدي بعد ايدك يجي فوق تعال هذا ايش بلا اسمعي قم تقول امسك ما قلت تعال اربط الرجال ما حسبك لا اسمع مو واضحه مو واضحه ما عليك خلي اربط لا 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 عادي عادي بس الصوره واضحه خلاص رح رح ايوه ايوه هيك هيك واضحه ايوه اربط اربطك هيك ولا مكتوب اللي تبي اللي تبي اربطني بس اسمعي لا تسال عفوا لا 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 مش قادر لا اصبر نظافه بس اصبر نظافه ابغاها هيك يا اخي يقدر يتحرك حرك اكيد يقدر لا انا لازم لا لازم اكتم مع الاخر ايوه كذا حركه دقيقه ترى ما يصير الحين زي ما قلت لكم خلاص ايوه المفروض نقرب عيش الله خلاص يلا استلم يد يد رجعها نو تروش لا خلاص يد يد خلوا مربط خلاص يدي ما اقدر محركها خلاص مربط رجلين ويدينه استريحوا اوريكم حركه الحين خلاص بما اني خبير تمثيل الله يحفظك يلا طيب الساعة 3:01 واحد يتكلم عن المشهد ايش معنى المشهد اللي قدامك تفضل يا الحارك بس بداية ايش المشهد امامك ايش يعني لك طيب سعد ليه ما تقدر تحرك يدينك لا 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 انت المشهد هذا قدامك الحين واحد قدامك مربط واحد مربط ما يقدر يعني؟ يتحرك ما يعني شيء لك يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يستخدم طيب. شيء الحين يدي ما راح احركها اوكي ابدا تفضل يا محسن واحد مربط كذا قدامك شفته في الشارع كذا ممسوك في الشكل هذا كده شكل غريب انه ما انت قاعد تتحرك لا يدك ولا لا لا اي يدي الحين ما تتحرك خلاص ماسكها ولا رجلك ولا
ما في شيء؟ كأنك مقعد. طيب أنت؟ واحد جالس يتعذب. طيب إيش فيك الحين؟ ليش ما تحاول؟ أوكي. ركزوا معي يا شباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد اثنين ثلاثة. يلا سعد. إيش تقول؟ ما أسمع. إيش تقول؟ إيش تبي؟ تسمع. إيش تقول؟ حرك يدك طيب. حرك يدك. حرك رجولك شوف ها أنا حرك يدي ها شوفني. شوفني ها. ارفع يدك شوفني. ارفع. شوفني حرك يدك. طالعني طيب. تسمعني. تسمع انت. حرك رجولك امش. حرك رجولك طيب. امش. استخدم شيء. حرك يدك. شوفني. طالعني طالعني. اسمعني طيب تسمعني ارفع يدك اذا تسمعني تحرك ايش فيه شوفني وجه هنا انا ايش فيه شوف طيب الظاهر انه ما يشوف ولا يسمع ولا يتحرك ولا يقدر يحرك يدين ولا رجلين بتهقى كذا ايه ما تحرك والله تسمع اذا تسمع ارفع يدك إذا تشوف حرك راسك إيش فيه ما قاعد تحرك خلنا فيك إيش فيه خلني لا لا وطرة إيه بس خفيف خلي نشوف يمكن أقدر أتكلم كفي كفي ارتاح ارتاح شكرا لك هذا مجيد شوفوا يا شباب هذه نعم الله منعم علينا نعمة الحركة نعمة اليدين الرجلين الروحة والجية نعمة الكلام نعمة السمع نعمة البصر أنا الحين ما عندي شيء فقط إلا أني أتكلم لكن تخيلوا أني أنا ما أسمع كلامكم فالحين ما أسمع شيء كيف راح أعبر لكم باللغة اللي أنتم تفهمونها تدري كيف يعبرون لأني ما أسمع شيء أنا ما أدري أنتم ايش تقولون ولا أسمع قرآن كريم ولا أسمع حديث ولا أسمع صوت أمي ولا أسمع صوت أبوي ولا صوت عيالي فقدت النعم اللي أعطاك يا الله الحمد لله لكل حال تعالي عدم يجيد أبي طبعا أنا بقول أبي العين شيل نظارتي شيل نظارتي شوف تخيلوا الحين بس أني أنا بس الحين أتكلم فقط ما أتحرك لا يدي ولا رجلي بس أتكلم وأشوف كيف راح أفهم قراءة القرآن كيف راح أخاطب أمي أخاطب أبوي كيف راح أطلب منهم أي شيء ما أقدر لكن لو شلت الغترة كلها اللي طلعت إذني اللي الآن وسمعت كلام أمي سمعت كلام أبوي سمعت القرآن الكريم سمعت كل شيء ولكن لا أستطيع أن أتحرك تخيلوا من كم رجل وجلس معه يقول أتمنى فقط أني أسجد لله سجدة واحدة ما يقدر يحرك يديه ما يقدر يحرك رجليه وأسوأ طلب تطلبه من العائلة أنك تروح لدورة مياه الحمد لله على كل حال إحنا في نعمة والله العظيم ناكل نشرب نسمع نروح نجي عندنا يدين نبطش بها عندنا رجلين نمشي فيها في كل خطوة في كل روحة في كل جية لكن من يحس بالنعم لنفرض أن الآن انحلت عقدة من العقد كذلك وأني أبدأ أتحرك يدي وفكيت هذا الشيء الآن بس أشيله وإني حركت يدي أيضا نقص مني شيء آخر اللي هو حركة الرجل لكن أستطيع أني أروح أحاول في نفسي أني أذهب إلى أي مكان أو أشيل نفسي بشيء معين لكن كذلك أعاني من أنا مقعد لا أستطيع أن أتحرك إلى أي مكان فقط بيدي وبعد كذا أتحرك الآن برجلي فرجعت إلى الفطرة والطبيعة اللي خلقنا الله عليها اليدين والرجلين فاستطيع الآن السجود والركوع وقراءة القرآن وتقليب المصحف وسماع الوالدين وأدلي بأي شيء أريده فهذه نعم الحمد لله رب العالمين هذا إحساس الشخص اللي يتمنى فعلا لو يقول لأخوه تعال حق خشمي في على خشمي ذباب أبغى موية كيف أعبر له قلت أعجب لي موية أبغى في الليلة بروح أنا بأخذ العلاج أو بذهب لدورة المياه كيف يقول أمه أو كيف يقول خدامة أو كيف يقول أخوه أو كيف يقول أبوه أو حتى زوجته أو حتى ابنه أو حتى بنته كيف وضع هؤلاء الناس هؤلاء الناس لازم نحس فيهم
لازم نعرف ان احنا ربي عطانا نعمة لازم نحافظ عليها ونعمل فيها بكل امر حسن، بكل امر رائع، بكل امر سوي. ما نفرط بهذه النعم، ما نذهب الى نلقي ايدنا بالتهلكة الى تفحيط او الى امور قد تكون تتلف بعض هذه اعضائنا اللي هي نعمة، ونفتخر بهذه النعمة اللي عطانا الله اياها ونمد يمدنا الله بها من قوة كي نسخرها في عبادة الله وما لذلك من امور الحياة حتى نصل الى ما لا نهاية في هذه الدنيا. فالودي أقوله أنا من هذا المكان أحس بهؤلاء الإخوان ذوي الاحتياج الخاص، لأن ما هم هؤلاء معاقين، هذول احتياج خاص، فقد أحيانا منهم قدمي، قد يكون في حرب، قد يكون في حادث سيارة أو مقعد على سرير أو لا يستطيع تحريك يديه أو فقد يديه بمرض ما أو ما استطاع أن يتحدث. تخيل ما أستطيع أن أعبر عن مشاعري، في لحظة غضب عبرت عن مشاعري وانفلت في يوم من الأيام، أو أني ما أسمع كلام أمي أو سماع صوت القرآن الكريم أو صوت الأذان، تخيلوا كيف. أو أني ما أشوف، ما شفت مكة، ما شفت أبوي، ما شفت أمي، ما شفت شيء. فالحمد لله رب العالمين على ما أعطانا من هذه النعم. تفضل أخوي عبد المجيد. طبعا أنا بقول لكم شيء على الطاري، أنا في شيء فاقد منه شوي، عرفتوا هذا هو شوي مأثر فيني. أنا أول شيء فاقد النظر، تشوفوني لابس نظارة، لا شلت النظارة أنت قريب عندي والله ما ألمحكم، والله ما ألمح مع هذا الشخص، أشوف وجهه ضباب عندي، شوف فقدت شوي من النظر، في بعضهم يفقدون أبد، شوف النظارة أتضرر من هذه النظارة، أتضرر شلون ألبسها وأتحرك، إن نسيتها وعندي شغل مهم والله إني ما أقدر أخلص شغلي لأني أنا متضايق، ليش ما أشوف؟ ما أقدر أسوق السيارة بدون نظارة. ما اقدر اخلص شغلي وانا مرتاح، راسي صدع ان النظر ما عندي من كثر ما اغمض وما اشوف، هذا فقدان جزئي لقوه النظر. هذا الشيء القليل ياثر فيني، ودي اشوف الناس، لا جلست ودي اشوف بدون نظاره، ودي اتحرك، النظاره تضر الوجه. واسماعيل جرب محسن، فهي يعني شوف شيء قليل انا فقدته والله اني لا شلت النظاره كذا، اني ما اقدر اشوف الناس، ما اقدر اعبر. شوف وهي بسيط من هذه النعمه، بعضهم عنده النظر ما شاء الله، والله اني اقول ما شاء الله تبارك الله، شوف وين يشوف، شوف هذاك فلان يشوف عادي، ما يشوف الناس كله بوضوح، انا ما اقدر اشوف يا اخي، انا ما اقدر، في غيرنا ما يشوف ابد، شوف، فاشوف غيري اقول الحمد لله على كل حال، يمكن في شيء انا افقده، انا عندي رجولي اقدر اتحرك، عندي يديني اقدر اخذ اللي انا ابي، فاقول الحمد لله انا بنعمه، صحيح اني فقدت شوي من النظر لكن الحمد لله. الحمد لله على كل حال أقدر أمشي، في غيرنا فاقد النظر لكن بعد يقدر يمشي، غيرنا فاقد رجوله لكن يقدر يمد يده ويأخذ اللي يبي، بعضهم يدينه ما عنده لكن يقدر يمشي يروح للحاجة، يقدر يأخذ الحاجة بسنون ويأخذ الحاجة، يقدر يتحرك. فالحمد لله على كل النعم اللي عطاني. تفضل أخوي محسن. شيء من الحركيات هذه ذكرتك بشيء في نفسك. صحيح زي ما قال كمان عبد المجيد إنه هو إذا شال النظارة بس إنه يعاني من إنه ما يشوف زي الناس. موضوع النظر. فإنه النظارة تقيد صح. يعني الواحد صح إنه هو يشوف إنه زعلان ليش أنا ألبس نظارة مثلاً أو ليش أنا نظرة ضعيف، بس يحمد رب إنه في ناس أبداً ما عندهم نظر. يعني انظر لمصيبة غيرك تون عليك مصيبتك، واحد مننا ممكن إنه تعبان بس كل حواسه الخمس تمام عندي، يعني الحمد لله يمشي ويروح ويجي ويشوف. الله يهدينا من نعمة يا رب. فيعني حتى لو مريض يشوف مصيبة غيره، ممكن واحد أعمى، ممكن أحد مقعد. فتهون على مصيبته. تفضل أخوي الغالي إسماعيل. والله طبعا ما كلكم ما قصرتوا في اللي قلتوه. أنا عندي بالنسبة للنقطتين، مثلا بعض الناس تيجي يقول مثلا أخبارك جديدك، يقول والله أبد ما من جديد، بالعكس أنت بتستشعر أنه يوميا عندك نعم تتجدد عليك، نعمة البصر. في ناس تقوم من النوم مخطوف البصر، في ناس تقوم من النوم يا شيخ يقوم على جلطة، يقوم على شلل، يقوم. فأنت سبحان الله عندك يوميا آلاف النعم تتجدد عليك، سواء حتى لو طلعت من جسدك نعم للناس اللي حولك، الأم، الأب، فاللهم لك الحمد على كل حال. النعمة الثانية، النقطة الثانية، نقطة الله أعطاك نعم ليش تستغلها بالحرام؟ نعم. يعني في ناس مثلا رجولك تمشي فيها الحرام، يدك تمدها تسرد تشيل تأخذ شيء ما هو لك، أحيانا عندك حتى مثلا الأنف تشم فيه مثلا حرام، العيون طالع الحرام، تسمع الحرام، تتكلم بالحرام، وأسهل شيء الحين الغيبة والنميمة هذه أتكلم فيها. النقطة الأخيرة عندي مثلا، أنا لما طحت قبل كم من يوم وانكسر خشمي، طبعا أقول لك غالبا اللي المصح أو اللي عنده صحة دائما
ما يحس بالنعمه، ما يحس بالنعمه اللي فقدها. والله انه هذيك الايام تقريبا مرت اسبوعين ما اسجد على الارض، والله اني اتمنى اني اسجد على الارض. هذا وانت جزئي، هذا وانا شيء بس يعني جزئي مؤقت. كيف اللي طول كان عندي احتقان، كان عندي الم، كان عندي نزيف، والله اني طول الليل وهو ينزف كان انفي اول يوم اول يومين، لكن ما يحس فيها الا ايش اللي يفقد النعمه. اللهم لك الحمد على كل حال. عندي معلومه سعد بسيطه، انا ودي بس اني اشكر الجهات بس المعلومه والنهايه. انت الحين تدرون اني اقدر اتصدق عن النعمه اللي انا فيها اللي الله اعطاني، اقدر اتصدق بس بدون اني ادفع فلوس، وهي شيء بسيط. صلاه الضحى، شفت صلاه الضحى اللي هي ركعتين؟ هذه تتصدق عن كل عضو من جسدك. شوف بدال لا تدفع بدون شيء، ركعتين بس، ركعتين بس تتصدق عن كل عضو في جسدك. جزاك الله خير يا اخواني. نقطة مهمة، نشكر الجهات المعنية للشؤون الاجتماعية في الاهتمام بهؤلاء الأشخاص ذوي الاحتياج الخاص، قدموا لهم ما يمكن تقديمه، ولكن لا يغضب الشخص من ما أصابه أو من فعليه أن يرضى، أو من ما أصاب مولود لديه أو أخ لديه، إحنا نحزن في دنيانا، لكن والله إن صبر فهذه نعمة الإسلام، إن صبر فكان له أجر فيجازى بهذا الأجر يوم القيامة. فقد تكون هي سعادة أو حزن بسيط، ولكن يجدها يوم القيامة الشيء الكبير الذي لا يتصور الشخص بمقدار هذه النعمة. أنا أذكر أن جلست مع شيخ من الشيوخ وكان ضريرا وهو مشهور من هيئة الكبار العلماء، لكن الله يغفر له ويرحمه، فسألته سؤال: لو أنت كنت تتمنى تشوف شيء الآن وش تتمنى تشوف؟ ذكر لي شيء غريب لم أتصوره، قال: تمنيت أني أنظر إلى الإبل. فاستغربت فقالني: قرأت القرآن فتدبرت فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فقال: نتمنيت فقط أني تفتح عيني وأشوف هذه المخلوق الذي خلقها الله معجزة، قوم ثمود مع نبيهم صالح، وكذلك أن الله تكلم فيها في سورة الغاشية. فاستغربت، كل سبحان الله له الأمور هذه. فهذه نعمة ربي يعني ما سألنا عليها، اليدين ستنطق يوم القيامة، القدمين، أعضاءنا لازم نستغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين على ما أعطانا من نعمة. لكن سؤال: لو جاكم إياه ما هي أفضل نعمة وأعلى نعمة أعطانا إياها الله، تحدكم وشو أفضل نعمة؟ نعمة الإسلام. 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 نعمة الإسلام. ربي هدانا للدين الحنيف القيم، دين الإسلام. الله يجزاكم خير، معلش قد يكون يعني أثر لمسة قصة كانت غريبة، ما حاولت أن يجيب كرسي زي كذا، أبو واحد يفكر ويستشعر لو أنه ما يتحرك أو أنه ما يقعد. قصة كثيرة بس الطرح البسيط دائما أفضل شيء. الله يحفظكم يا رب. اليوم ترى نمنيه واستعدوا بالنمنيه إن شاء الله اليوم كلكم برايم لنا وإن شاء الله خير. الحمد لله أنتم الله كاتب النمنيه فالحمد لله. الحمد لله نعمة. اللهم نمنمهم يا رب العالمين. وجودك في البرنامج نعمه، وخروجك من برنامج ما يكون نعمه. السعادة والنجاح يدوم العليا شعارة، المحبة غيتها وغلا وتادة، في حياتك تسمى بحلى عبارة، في حياتك تسمى بحلى عبارة. هذا البنزين
رايح انت تجينا كل يوم خميس وجمعه غير المشويات وغير هذه الاكل قوتنا تستشعر نعم حولك تحاول مثلا تقول ابعد النعم حولي طبعا ايش وين تعود نعمه الله لا تحصوها اي نعم يا اخي وانت ماشي بالطريق تقول اوه الحمد لله في شارع امشي عليه جيت شوي مشيت على التراب تقول الحمد لله في تراب انه ايش ريح رجولي شوي في حجار في مدري ايش لو ما في حصه كان كل التراب غاص الدنيا ورمال متحركه في الحمد لله عندي سقف استرني الحمد لله عندي لمبات الحمد لله عندي هذه الخرخشه تغير الصوت علي انا افكر في اقرب الشيء لنفسك اللي هو نفسك تخيل هذا الدم اللي قلبك كيف يشتغل ما تقدر توقف ما تقدر تشغله يشتغل من نفسه المعده كيف تاخذ الاكل وتهضم ما تحس بس الاكل ينهضم الكلى النفس قد احيانا لا تستطيع التحكم بما تنايم عندك فكره الكلى كم مره تغسل باليوم ما ادري مريض الكلى اللي عنده اللي يغسل برا طبعا جهاز نفس الكرسي يمرر الدم كله في الجهاز يصفي نقي الدم ويرجعه للجسم مره ثانيه الحمد لله يغسل بالكثير مرتين او ثلاث مرات بالاسبوع لا حول ولا قوه الحمد لله مرتين لا ممكن اكثر شيء مرتين بالاسبوع تعرف انت كم مره تغسل باليوم 36 مره 36 مره باليوم ولا نحس وهذاك مرتين باليوم قسم بالله تلقى يده منفخه انا عندي واحد من الشباب كان يغسل والله شوف يده منفخه ليش والله شيخ من الغسيل انا افكر فيه وهذا الشعور احرك اصابعي اتلفت يمين يسار اطالع يمين يسار والله الحمد لله على النعم قدرات في جسمنا وفي عقولنا نفكر فيها كيف يعني قال انت تجي الواحد يقول له ايش اخبارك لك والله هذه النعمه اللي ربي انعمنا عليها ما في شيء جديد في شيء جديد يا اخي احمد ربك على النعمه تجيك يوميا تتجدد والله انه ياما في ناس نامت صحت الصبح ما عنده بصر ما في بصر صح الصبح لقبيت مهدوم عليه ومكسر وحالته حاله الحمد لله نعمه الاسلام ونعمه الله يحفظنا يا رب العالمين يحفظ اخواننا وبلادنا من كل خير اللهم نومن فاسمعي معهم اللهم اجعلهم من المنومنين يا رب العالمين ايش فلاح عليكم اليوم ندعي عليكم عشان ما اطلع انا قول اللهم لا تنومنه يا رب ايوه ضبط لسانك هو والله شوف ان طلعت برو عند امي يا شيخ وان جلست بكمل مشاهد كذا شوف انا واثق شوف ما عندي احساس شوف عندي احساس شوف يعني ما انا مش نومني انا برايم وش من ابراهيم اخص منه منين انا الاسبوع الماضي والاسبوع اللي قبله كنت متاكد اني مو برايم بالمره بس الاسبوع هذا قبل شوي انا خصومات وقعت علي والله وايد الاسبوع ده ازراني مفلس قبل شوي والله انه جاني ابو صحيت من النوم الاسبوع الثاني بحط معي قوه ثانيه بعد واحد عبد الله الشهراوي ولا صالح عشان افلم زياده اصفر انا بصفر العداد حقي ليش كذا جاء الزيرو بجيب الماينس شوف حلمت اني رايح الاردن ومتزاعل مع عمتي احمد الله هذه بتروح اجل كاني شفت بكاء بالحلم حاي نفس كذا بكاء هذا خير اجل هذا ايش ترى البكاء يقولون خير انه برايم الحمد لله كل حال ممتاز الشيخ انا صالح الزهيري وصيت وسعد اسبيع ابو غنى قلت لا كان طلعت اليوم ابيكم تقعدون عندي ف ده فندق شو عندي واسوني همزوني افقد الكرسي ذاك حق مساج بفقد الذبايح وتعالوا عندي وهمزوني وانسوني وان كان بعد بتجيبوني يوم السبت عند الشباب بعد اجيهم ترى ما في مشكله كل سبت اجيهم ايوه وبعدين المهم قالوا طيب اذا طلعت دق علينا يقول شوف انا قل لي اسبوع لنا اسبوع شغلنا ايش مسرحيات ومشاهد حلوه صح بكره الاحد حلو بكره واحد بيسوي مسرحيه هنا وين؟ هنا عند الباب الأحد بكرة أخبار بكرة إيش؟ أخبار أخبار؟ إيه وش أخبار؟ محذرين اليوم عنه يقولون والله بكرة بهوبة هبوبا على الرياض والله الله يجيب يا رجل الحمد لله كلها جاء أخبار أنا بسوي فقرة في الغبار أيوه بستغل الجو نبي نسوي لنا مسرحية بالغبار بستغل الجو سوينا مشهد ترى أنا المشاهد اللي كتبته ولا شيء سوينا منه ماشي تلاحظ وريك لي موريك عندي سكتشات ومشاهد ومسرحيات بتزين ولا شيء سويته منه سبحان الله كل جي الظروف ما ادري كيف تجي الحمد لله ترى شوف انا فريق قدام قال لي انت الحاجات المحضره هذه على جنب كل ما تنطلق بعد مطبخ حقك ذاك شو اسمه بعد ليلى الاردنيه انا اي تنطلق في عندي نقطه مهمه ابي خلينا نجيب سوالف الزينه الضحك ما الضحك انا جاي ابي استنت ابي انبسط صراحه اليوم نومني نفس شوي ابي اضحك انا والله معول على يوم الاردني شيء مو طبيعي ان شاء الله يوم 30/3 واليوم كان في التاريخ 16 يعني عقب اسبوعين اليوم 16 و17 ما ادري والله ما ادري على التاريخ كم والله ما عندنا تواريخ ما عندنا اي شيء والله ما ادري انا اعرف بس اليوم انه سبت خلنا نشوف الرسنامه حقت احمد السعودي فيها عندي لك سوالف زينه كان ودك بالضحك ودنا يا اخي ودنا نغير الموضوع نغير المود
خبرت واحد إن يصدم نفسه. وشو؟ يصدم نفسه. حادث على نفسك. تبلغ نجم في حادث. من الطرف الثاني أنت. من الطرف الأول أنت. حلو. تصير كذا. صارت والله. كيف؟ يلا بعطيك القصة الحين. يلا أنت عطني قصة أنا بعطيك قصة. سنت من السنين. والقصة طال عمرك. صدق ترى صدق والله السالفة ذي. القصة أقوى يقوم يهمز الثاني. لا السالفة ذي صدق يا أخي كانت في رمضان. يوم من الأيام بدون ذكر أسماء جاتني عمتي أم سعد بدون ذكر أسماء. بدون ذكر أسماء. أيوه. الله يسعدها يا رب ويحفظها إن شاء الله ويطول عمرها. يخلي لها سعد. آمين ويجزاك خير وأولادكم وبنينكم وبناتكم وجميع المسلمين المهم. عندها طيارة في رمضان ووقت الطيارة مديوشيبي صراحة على وقت الفطور. الله. يعني قبل أذان المغرب ربع ساعة تقطع الطيارة. حلو. يفطرون في الجو. فطور فضائي. معلق بالجو. فطور معلق بالجو. حادي يحرمهم من فوق الميقاتهم. حادي يفطرون فوق. عمره. المهم. إي المهم لا رايحين عاد من الرياض لوادي الدواسر. حلو. صراحة الكلام هذا والله من زمن فترة طويلة يعني قالها يمكن تقريبا كنت في الجامعة من 15 سنة. يوم أنك طفل. نعم. كان معي سيارة وجيت أنا بوديهم وقت العصر لكن طفران. بس قلت البنزين فاضي واكلم عمي قلت يا عم ترى سيارتي ما فيها بنزين وانا فاتح محطات عطني موترك وبشيل عليها عمتي وولدها واشغالهم بحطها فيه وراح ورجع عاد سيارتي كانت زينه كوريلا حلو بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء كوريلا زين لا سياره كان عندنا كوريلا بوكس كنت بودي ايام زمان كوريلا بوكس ما عاد تطلع كوريلا بوكس دي المهم كنت بودي عمتي عليها وانا معي كان سياره بدون ذكر اسماء كان كرسيده كرسيده ما عاد فيها عاد خلاص كرسيده واروح يا عز كرسيده واروح بارك الله فيك واحط عمتي في السياره على الساعه تقريبا 3:30 قبل الاذان المغرب ظني بساعتين ونص او 3 ساعات مشوار المطار والزحمه رمضان عرفت اليوم كان اعتقد كان يوم جمعه ويكند كان فاكثر ناس فطرين او مفطرين وزي كذا وطريق الدائري زحمه بيكون والله وديها بارك الله فيك واروح وانا مستان مستكري وصلت هناك قلت كيف افطر والقى ذلك جزاهم الله خير اللي يوزعون تمر ويوزعون لبن وفي الشارع عرفتهم هذول يحطون وجبات تفطر صائم والله وخم لي منها كذا شغله ركبت عمتي في الطياره وراحت الله يستر عليها ووصلت الحمد لله على سلامتها رجعت انا يوم رجعت الشارع فاضي في الطريق الداري ما في حد طبعا ما كان في ساهر ذيك الايام عرفت ما كان شيء اسمه ساهر اي ما كان من زين يوم كرصيده قبلي الطريق فاضي يا ولد اسوق برجلي يا ولد حط اقصم رجلي كذا ورجلي الثانيه على البنزين عرفت مستانس ما في احد ولا فيه ولا احد تمشي 200 180 عادي ناس يفطرون ركود الشوارع المهم خشيت جو مع سواقه السياره مستانس مبسوط انا اذكر بيتنا اللي موقف خاص لسيارتي دايم موقف فيه من كثر ما تعمقت في قياده السياره تخيلت فعلا انها سيارتي تعرف تخيلت الحين بدل هنا مربط الفرس تخيلت ان السياره انها سيارتي انا اجي دائما ابق السياره على السرعه ما هدي لا اخذ اللفه مع التلبيقه كذا على طول المهم سيارتي وصلت تقريبا بعد يعني تقريبا 40 دقيقه من بعد الافطار للبيت اجي ورا البيت بسرعه مشغل النور عالي فرحان ما عندي احد ما في لبسات في الشوارع تدور اكل شم ريحه المقليات لبسات تنتظر دورها تدور ده المهم على لفه والله يا اسماعيل بلا هذه الدريشة لا جاك منصور المزعج عشان صوت صوتي أيوة والله إنها على لفة وفر أم السيارة بارك الله فيك إلا قد الكوريلا عغرتهم فوق الكرسيدة حقتي ما أدري شو الموضوع أنا ارتحت وانت مزرعة وش العلم عرفت عشان مس الصوت اسلم شيك فيك سلام ايوه المهم والف وانا مسرع على سرعتي لان هذه تلبيقتي دايم موقفي المهم ما دريت الا قدام ما دريت وانا ملبك كذا بسرعه الا قزاز راسي في القزاز الامامي بوف وش اللي حاصل؟ وش اللي صاير؟ ما ادري شو العلب؟ ما ايش موضوع استوعبت في حاجه غلط في حادث وش السالفه ما ادري وانزل وطالع على سيارتي مصدومه وسياره عمي اللي انا اسوقها صدمت فيها سيارتي شوف انا صدمت سيارتي شوف انا هذا اوسخ حادث يا الفاهي طبع حادث وش الحادث هذا تصدم سيارتك وش تقول وش تقول لنفسك المهم طالع الكوريلا اللمبه رايحه والشبك رايح المهم يطلعون علينا العيال الجيران نضرب ضربه بوف يطلعون علينا سلامات سلامات وش فيه وش فيه قلت لبكت الموتر وناسي الموتري واقف
وراح الموتر موتر الموتر والله يا جتني علقته من عمي الله يا ربي يرحمه برحمته والله يا اعطاني تهزي والله يا اعطاني شيء طبعا هو زين السياره بنفسه جزاه الله خير باحني والحمد لله سبحان الله غريب ما جاء سيارتي شيء سيارتك ما جاء شيء سبحان السياره دائما تكون واقفه وصدمه من وراء عادي لكن من قدام تروح الشبك مع اللمبه مع عرفت صلح إيه. سيارته هو انا صلحت والله سيارته كان عندك رصيده متى ما صار تمخيش يعني قول قبل 10 سنين كان عندك رصيده يا رب جباره والله حتى مره كنت رايح كنت مداوم برمضان و السلف حقه خربان فكنت حاط لي نفس المنفك وحاطه مكان سكروب. السلف سكروب سكروب في الشغله هي وجاء واحد الله يهديه ما ادري ايش صار بحاله الحين وفرها واشتغلت بيسرق السياره ولد صغير عمره 15 سنه يمكن ويدق ريوس طبعا البركات حقتها كانت برضو طايحه خلص هذا يقول لك على نهايه ايام السياره كان لها يمكن معنا حوالي 8 سنين وكل سنه ابوي يروح فيها الحج ويجي ويروح فيها الاردن وما ادري ايش كانت خدمتنا كثير ايوه يدق ريوس ورا دينا يشق من ورا يشق الموتر شق مسكت الولد ذا لا انحاش انا كنت داخل المطعم وقاعد اسعد عمال من داخل جو الشباب يدوروني حقين الورش اللي جنبنا ما حصلوني يعرفون سيارتنا شوي لما جيت بروح الفطور لما جيت وقت الفطور بروح البيت شخص سياره ما تشتغل نسيت ان السياره يا شيخ انا كنت حاطه موقف كذا رجعت لقيتها كذا بنص المواقف ما جت ببالي طالع من هذا وطالع متاخر وبلحق الفطور ما بقى 10 دقائق الفطور مو راح تشتغل بالمره ودق على اخوي كان قريب منه ابد كان مع جمس الجمس الملكي 7398 ويجيني السياره ما تشتغل ابغى اشتراك ما في احد بالشوارع ما حد ما اشترى قلت له تعال لي طريق سريع وما حد حولك وقت الفطور جاني اخوي سوينا اشتراك اشتغلت السياره دورت ورجعت اللي اول ما ماشي بالطريق اخوي يدق علي قلت غريب يا اخي طالع بالمرايه اخوي وراي درديت عليه ايش فيك قال لي ايش في سيارتك مكسره قلت مكسره يقول شوف انا طبعا ما ادري الان ما ادري انه السياره مدعومه ولا شيء الفهاوه ما ادري امشي اطالع بالمرايه الازاز الخلفي مكسور انبق على جنب انزل القاه مشقوق كلها شق من المرايه لين اللوحه كلها هذه مشقوقه شق تدري صدام دينا لما يشيل صدام ويحط لك هذاك المستطيل هذه المستطيل هذيك حديد ثقيله والله تشقها شق السياره بعدين عرفنا من اللي بلغنا المرور جاني راعي المطعم قال لي شوف الولد هذا دائما يجيني يطلب مني فلوس يقول لي يا رجل والله ما ادري وش اسوي ابوه مطلق امه حادثه تقول له روح عند ابوك ابوه حادثه يقول له روح عند امك شافوه يعني يعرفوه ايوه عرفوه وما لقى ليش ما لقى تشيل الا الشوارع للاسف ضحيه طلاق فقال له تنازل الله يعطيك عاد بعدها بعناه سكراب جاء يومها انت على طاري تقول شو اسمه واحد يدعم نفسه بالسياره هذا قبل سنه قبل سنه بالضبط شو رايك المزعج ما يسمعك ادري ما يسمع خلص المزعج ترى قبل سنه بالضبط كان عرس اخوي زعاج. عرس خويي يا الله الزعاج ايوه قبل سنه بالضبط كان عرس واحد من الشباب قوي إيه؟ مجد الحربي الله يوفقه ويستر عليه الله يوفق جميع المسلمين في القاعة جنب البيت كان عندنا سياره ابوي قبل 3-4 ايام سياره ابوي سوى عليها حادث جاء واحد دخل عليه راعي جيب والجراح الايمن ابوي ما جاء شيء ولا السياره يعني بس الباب وتغير الباب كانت بالصيانه إيه؟ الا الرجال ابوي اخذ سياره اخوي احمد وحطنا بالقاعة، القاعة قريبة، قلنا خلاص حطنا بالقاعة ونرجع ماشي ما عندك مشكلة. وكنا بنخلص من العرس بسرعة وجينا للضيوف من الدمام. فكنا بنخلص هذه عشان نرجع البيت بسرعة قبل لا يجون الضيوف. رحنا القاعة، خلصنا، طلعنا من القاعة، تعشينا وتجمعنا مع الربع، رجعنا، طبعا مجدي هذا كان من اخويانا بالصمان ودرس معي ولقينا كثير شباب من ايام المدرسة. المهم رجعنا البيت. امي جالسه تجهز للضيوف الحلا والمدري ايش والعشاء ابد انا واخوي جالسين بالمجلس الا شوي ايش قلبي حس انه في شيء الا شوي يدق ابوي
السلام عليك. لا دق واحد من احنا طالعين من القاعة، دق واحد من اصحاب اخوي قال والله انا طالع من عند المول الفلاني، والله ان في حادثة اعوذ بالله، 30 دورية ودفاع مدني واسعاف كم سيارة وما ادري ايش، ويقول الله يشفيهم والله يعافيهم ان سالفة عادية. شوي يدق ابوي الو السلام عليكم احمد وين احمد وينك؟ قال في البيت. قال صار علي حادث، لا لا انا بشيل الاسعاف، لا انا ما بطلع من الاسعاف، لا لا تشيلوني ما ادري ايش. يوم قال كذا قسم بالله قلبنا رجع مليون. ان الله يستر يصير صار شيء خلاص، هو يقول صار علي حادث سوالف على ازعاج، والكلام صار مو طبيعي. اقول لك ازعاج صار والكلام صار مو طبيعي، انه صار حادث وصار وصار وسوى ابد ما تمت الدقائق نطلع ندور سياره. الجيران ما حصلنا احد من الجيران. ندق اخونا جاي من الدمام قال لنا خمس دقائق وانا عندكم. طلعنا الشارع رحنا له، لقينا ابوي ايش شايل الاسعاف وداه المستشفى. وش السالفه؟ الفرد كانت بطاريتها تبرد شوي، وقفت السياره وطفت البطاريه وحط سيارة على الدي بدون لا يدري. طبعا معشق وماشي عليها وماشي عليها مسافة، فتكون ايش تمشي سريع اذا اشتغلت صح؟ صح. حط على الدي، جاء حرك اصبع البطارية والسيارة فزت وصدمته، دفته السيارة وطاح تحتها، طاح تحتها كذا رجولة هذه ورا الصدام بين الصدام والمكينة. حلو؟ لو انها صور رجولة كذا كان السيارة مشت من فوق وراحت عادي. رجولة كذا وسحبته من اول، وكان على على الجهة الثانية من الشارع، سحبته كذا بشكل عرضي لين دقت السياره بالرصيف. جاء واحد ضرب السياره من ورا، وجاء واحد ما ادري ايش، ابتشت الناس، تجي الناس السياره مغلله، تجي الناس تفتح باب ما في احد، ابوي بعالي الصوت لا اله الا الله اشهد ان لا، الناس يا حج فيك شيء فيك شيء يا عم فيك شيء. قالوا ابد ارفع السياره، ابد تجمع الناس، جابوا حاولوا يرفعوا السياره ما قدروا، فرد عاد ثقيله، جابوا العفريته رفع السياره طلعوا من تحتها. يقول لك إيه الان ما فيني شيء، وديك مستشفى؟ يقول ابدا ما ابغى مستشفى. هو كان الصدمه مو انه بس هو صدمه، جت سياره ثانيه بعد ما شالوه بضربه الفرد، فرد ثاني جاء ضرب الفرد وحاص وراح الجهه الثانيه. ابد خذوا المستشفى، الحمد لله ما طلع في شيء بس رضوض، وطلب انه ينموا المستشفى ما نومنا الحمد لله طلع. حتى امي تدق علينا تقول ها وينكم؟ ليش تاخرتوا؟ امي لا ما تعرف، احنا اي حد ما نعلم امك. قلنا لا بد، خذينا الشباب رحنا الممشى، وش فيه الممشى وانا مسوي عشاء وانا مسوي هذا؟ قلنا لا بد جاي نتعشى بس نتاخر شوي. بالله صح صح اخرس اخرس شوي. قالت ليش؟ يا لا لا نخلص الهذي ونجيك على الهذي. خلصنا من المستشفى، الرجال الثاني واحد جاء كسر بالحوض، الثاني جات الرضوض، الثالث اللي هو ابوي الحمد لله بس كان مجرد رضوض، طلعنا البيت طلعنا البيت عليكم السلام. بعدها يمكن جلس اسبوعين ما يقدر يتحرك مثل الرضوض، الحمد لله بعدها دخلت بغتها يا شكل بالكرسي. الحمد لله السلام. اقول دخلت الله يسلم. الحمد لله السلام. الحمد لله السلام. تذكرون ذاكري والله اني شايل هم، والله ما ادري انا ما متبلد اليوم يا رجل. ذاكر والله. شوف سعد، سعد ركز معي سعد، انا ذكرت صباح والله. سعد ركز معي صباح اي الساعه 5 سعد ركز معي، انت قوتي الثانيه قبل بعد المغرب على طول. ما عليك يا رجال مو صح اني انا بذاكر بس كم باقي الصلاه؟ كم باقي الصلاه؟ فهمت؟ انا بذاكر نص ساعه. ما عليك اكثر نص ساعه ها؟ راح اجمع اوراقي واجمع ذي عشان ذاكر. يلا صعب والله ما عندي وقت. ان شاء الله انك ما انت برايم باذن الله. ان شاء الله لما اني برايم بس ذاكر الله لا يهينك يعني. ان شاء الله لازم صحه على قلبي. اسمع ذاكر يا استاذ سعد، ذاكر دروسك اول باول تنين، ذاكر دروسك تنين اول باول تنين، عشان تكبر وتغدى تنجح وتصير الاهبل، تنجح وتصير الاهبل، ذاكر دروسك الاهبل. انا مين ذاكر؟ لا تنجح وتصير انت الاهبل. ذاكر يا ابل. انا اقصد اني انا الاهبل مو بنت. تكرم تكرم يا حبيبي. ذاكر يا سعد، لزوم انك تذاكر يا بعد راسي، بما اني انا مستسلم وراء، انا ابي اطلع من البرنامج. ليه؟ من ذاكر اخليكم في البرنامج يا اخي. والله ما اقلب ما اقلب ما تطلع يا سعد، الا ان كانوا بيحلفون علي. والله ما تطلع. والله ما تظهر يا سعد. والله ما تظهر. انا اذكر بعد هذا اللي حلف. انا حلف اشوف تفكر على كلمتي. بتفكر على كلمتي والله المظهر. بتفكر على كلمتي ها؟ بتفكر على كلمتي؟ لا قلت والله ما تطلع خلاص.
ولكن خلاص بس الكرسي لا خلاص خلاص سكند باور تكر طلعت على سكند انا سكند باور سكند باور وسكند تكر هذه خلاص ابشر بالمذاكره والعلم الطيبه اسمع من عقب ذاك اليوم بسالك سؤال حتى خلصت الدردير كله بسالك سؤال من عقب ذاك اليوم انت للحين شايل عليك قلبك مني شيء ليش عليك ابن الحلال اندري بورلي انا ما شفت عليك شايل على قلبك شيء انا شايل ظلم الخصم اللي جاي نعري إيه بس انا قصدي انا ما عليك انت بالنسبه لي انا وياك احنا أيوه؟ امورنا يا متسابقين أيوه؟ بيننا شفت أنا الجروب مثل السم مع العسل ما ادري مثل السم مع العسل انا بعد ما جيت انا ما انتقدتك انتقدتهم هم شوف 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 يا اسماعيل شوف في استثناء في شيء دقيقه شوف وانا قلت الواحد يغلط الواحد يخطئ ناظرني ساعد يا ساعد القلب لا خل الله الله لا 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 طيب لا اله الا الله بطلها يو لو 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 وش هي وش هي قلبها يلا ذكرنا يلا يا بعد راسي يا سعد يسلم راسك يا تاج راس يسلم راسك انا ما عندي المحاضرات الاولى كلها ما عندي اول ثلاث اسابيع اسبوع بعد برايم الاول عندي يعني عقب برايم الاول شديت تتوقع انك بتطلع برايم نعم ليش؟ اتوقع اني اول واحد محضر على خشبه المسرح اليوم ما اتوقع انت هل يا سعد الدوسري تتوقع انك تطلع برايم؟ سعد صراحة لا ايه سعد لا ما هل يا سعد الكلثم تتوقع انك تطلع برايم؟ لا صراحة لا انا؟ لا ليه؟ لان اتوقع انك انت ديبان جاك العوض امس نعم الحمد لله جزاهم الله خير الجمهور اعطوني 800 نقطة الله يبيض والله العظيم من قلبي قام يرفرف كذا يوم اخذت ال 800 الله يسعدهم وانت تستاهل بعد عرفت ان على قولتهم وراي ظهر الله يطول عمرهم يخليهم لي تستاهل ويوفقهم ويرزقهم في دعوة زين البطانة صالحة الله يوفقهم يعطي ويخلي كل واحد ويخليهم اصبر ويخليهم لي ويخليني لهم وجعلني ما احرم منهم هذولي هذولي محزم طال عمرك خلاص ازعاج خلاص يا صديق هذا ازعاجنا ايوه نبي نذاكر ماسكه معك تكنيس اسمع جيب لي اوراق خلينا نذاكر طيب جيب لي اوراق خلينا نذاكر وجهك كله ثيب يا عيوني الاوراق معك يا محلى شمات الهوى يا محامي يا استاذ يا محامي يا هاي المصفور والله استلمونا يا رب الله يسعدك ان شاء الله يا استاذ سعد اللي قلت محامي ولا يقول لي صالح والله يا سعد اللي قال محامي ها قطعت مقاطع في كل مكان والله انت في كل مكان حتى في الشوارع في شارع كذا حاطين لوحه كذا انا يوم دخل علي ابو كاتم قسم بالله العظيم ان قلبي كذا اني واقف عند ابو كاتب انا تبي الصدق تبي الصدق اقول لك الصدق اقول لك الصدق والله العظيم اقول لك الصدق ترى انا لما وقفت عند ابو كاتب ترى ما كنت خايف كنت قاعد احاول اني اسوي نفسي خايف لا تمتص غضبك عشان اخلي ابو كاتب ياخذ وقته أيوه ما ودي اني اعطي على جوه ما ودي اطلع الوحش اللي بداخلي صح 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 انا لاحظت كذا تصدق اني طالبني اعطيته وضعيته لي ابشر انا ترى والله انا مخطي انا ترى يومني قد بغيت اكله صحيح خله ياخذ انا شفتك ما انا بعطيك جو ايش تبغى بعدين ايش تبي كل شخص وجبه رئيسيه لا وبعدين صار يعلي صوته نظام انا القوي لا من حقه مشرف البرنامج من اعطاك الجوال اسمع انا سالتك من اعطاك الجوال كنت بقول وش عليك بس اني اعطيته وضعيت اللي كنت ابغى ترى الاصل يا الربع اني ما خفت تراني ما خفت ترى سعد الكتف ما سوى كذا لا ما خفت ما سوى كذا ما ترى جزاف تصدق اني بغيت انقز عليه واقول سكند بروح معه اني عارف بس عارف يا سعد بس قلت اخاف انه يقول خاف يقول خذ عدد من والله انا ارتعت من ذي اقسم بالله اني قدني بقوم على ابو كاتب صدق ترى كلام جد بقول له مو على كيفك يا ابو يا الحبيب اي يا الحبيب كذا قبل اقول رجال القوه الثانيه راح الالف وسخفت والله اني اجيب العيد وبتجي بدل الالف انها الفين لا بس حاولوا الفين لك والفين لك حاولوا حاولوا بقدر المستطاع ما يرضى واحد بس كلمة عليه حاولوا بقدر المستطاع انكم ما تجيبون طاري ابو كاتم لاني يجيني رعب قصدي يا اخي انا ما ابي افهم يجيني قوه تجيني قوه زياده يا اخي انا ابي افهم شغله يا اخي ابو كاتم انا احس الاسم زين كاتم اكل كذا حلو كاتم اكل هذا هو الله يحفظه والله محمد راشد المكتوم كاتم زين يا اخي بس انا تصورت عند كاتم هنا ما يطلع زين مع ان طبخنا كل يوم غداء كاتم انتبه بس لا تجيب طاري ابو كاتم بس لا تجيب طاري ابو كاتم سعد كذا الحين تجي قوه كذا يتذكر الجوال قد دق الحين ادي كذا ابو كاتم لا اله الا الله الله يستر منه ابو كاتم بس ويحفظه والله اني
انا انسان مسالم ترى في الاصل. تخيل ابو كاتم ترى الاصل اني انا شخص مسالم عرفت؟ تخيل ابو كاتم مسوي النمنيه والله العظيم اللي ضيق صدري اللي ضيق صدري وقتها ابو كاتم يجي يطلع النمنيه لا يطلع النمنيه بدل معيد اليوم زين اخوف النمنيه ابو كاتم بس اللي ضيق صدري وقتها يوم يخصم علي 1000 اول من جاء في بالي الجمهور هذا يقول سعد ما قال سعد اول ما سعد. لا لا اسمع اول من جاء في بالي لا هذه من قبل هذه اول شوف دايم والله اني كل ما قابلتك اقول انا بالبلاستيك ذا كل ما قابلتك اقول يا سعد المعذره المعذره بس يوم خصم علي والله اني ما كذب عليك اول من جاء في بالي الجمهور لانه هو اللي كان لانه هو اللي كان اصبر محمد هو اللي كان يتعب عشان تعرف كيف الجو الحين قبل شوي تخرب علي واقول لك انا اسكت لا 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 طيب اسكت اول من جاء في بالي نقوم نذاكر عشان نخلص يا اسماعيل خلاص اول من جاب بالي ابني اتكلم زين يوم يخصم علي اول من جاب بالي والله الجمهور هو اللي ضيق صدري ترى يسبني لا لا والله العظيم ترى يسبني يا ضيق صدري اسمعني بذبح يا اسماعيل خليني اكمل سعد انا ضاق صدري يوم خصم علي 1000 خليني اكمل السالفه تفضل يوم خصم علي 1000 قلت وش رده فعل الجمهور الحين يا هم كان اصلا زعلانين علي عشان المساله ذي يوم خصم علي 1000 بيزعلون علي زياده وضاق صدري مره عرفت لكن عاد قالتهم انها مشكله وعدت باذن الله ابشروا بالعلم السنع عندي لكم خبر تفضل انا بكره باذن الله بعد العشاء مباشره اول عمل بدشنا ها ابشر بكره ابشر بيصير العمل ان شاء الله ما صار ولا استوى ها ابشر من عندي عانيه من الحين جوال يا رجال جوال يا رجال تستاهل لا لا جوال تكفى جوال لا ما عاد ابي جوالات لو اطلع من البرنامج ما عاد ابي جوال اقلع ما عاد ابي جوال ايباد ما ولا ايباد ما في نت ولا نت جيب له كمبيوتر العائله شريحه ما في شريحه ما في بدون شريحه ينفع لا 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 ابدا ابدا اني بس امشي ما اذا اخذ جوال لوح جيب لي لوح جيب لي لوح عادي جيب لي لوح بس اجيب لي جوال الله يرحم والديك طيب ما في شريحه يا ما يتصل فهذا هذا هذا اول خبر ان شاء الله انه يسعدكم ان بكره انا بدش عملي بكره باذن الله ابغى اخليكم تقولون كذا من كثر ما العمل قوي باذن الله وبعده وبعد العمل ذا بدش نعم يعني بعد فتره ان شاء الله بس دعواتكم هذه والله اني كنت بخليها مفاجاه لجمهوري وانا ما احب اسميهم جمهور احب اسميهم اخواني هذه مفاجاه لهم على زعلهم ابى راضيهم ذا العمل ان شاء الله بكره بخليه بيصك ان شاء الله في السماء باذن الله تعالى كفو تستاهل ووافي تدري ليش انا كفو تدري ليش انا كفو لانك لان اسمي سعد على اسمك يا بعد عمري تحرجني كذا تحرجني والله العظيم خليني اتحمس اليوم واطلع عمران لا يا رجال خليك في السليم وذاكر تكفى ذاكر دروسك ذاكرها بشينك تذاكر يا سعد اسئلتي سهل يقولون ترى اليوم بتشوفون وجوه جديده في البرامج اليوم ابراهيم بيت لون بوجود أيوة جديده اي والله شوفوا اليوم ناس كذا يشرفون خشب المسرح اليوم سلا هذه انشوده وداعيه للشخص اللي بيودع اليوم اقول لك يعني سلامون كميسك الختام عليكم أوحي بابنا يا كرام ومن مثلكم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف الوقار الله يكفينا شرك ودي اقول لك شوف يا شباب وصيه اذا انا طلعت اليوم من البرنامج صفقوا خلصت الجوله صفقوا انا بصفق اقول كذا صفقوا بصفق بكره اما اليوم بصفق اعطينا حزين الحين الحين نحزن يا سعدان يا حبيب قلبي يا سعدان يا عيون سعد اذا اليوم انا طلعت وخلص واخر شيء في الوداعيه اثنين بعدين اسماعيل غادرنا مو تجون تبكونوا بسرعه ها باكم تنتشروا اركض بشويش لا لا تركض بشويش شوفوا افضل سجاد لفوه وربطوه وحطوه عند الباب هنا ايوه الكنب كله تجمعوا لي تجيبوه هنا ليش؟ أباخذ معي بطلع فاضي من القرية
لا جائزه ولا شيء ولا شيء. انا بعطيك انا بعطيك واحد من الكاميرا. انت طلعت من القريه؟ ايوه. وان شاء الله انك ما انت بطالع. ايوه. انت طلعت من منتجع. ايوه. بس انك ما طلعت من قلوبنا. الله. صفق صفق. انا بعطيك والله اني قرر. انا بعطيك كاميرا. انا صاير اطلع الكاميرا تخليها عندك في البيت. الله. عشان يقيمون عشان الجو. لا عشان اذا جو التايم كود يكون درجات عالية. الاشخاص اللي ماني متوقع انهم من البرايم يعني ما يطلعون برايم اسمعي. يعني ما شاء الله تبارك الله الصلاة يحضرها في وقتها والدورات في وقتها. أنا أحضر صلاة في وقتها. يعني ما شاء الله تبارك الله ما أتوقع أنك برايم. وإن طلعت نمونيه يمكن تطلع من النمونيه الوهمي فهمت؟ إيه. Maybe. فسواء أنا ولا أنت ولا فلان ولا علان طلع من البرنامج. هي خيره. هو طلع من برنامج لكنه ما يطلع من قلوبنا. السكن الحقيقي هو في قلوبنا والله. الله. يا الربع تراني قاعد أقول درر صفقوا نمونا درر يا أخي أنا ما بتذكر البرامة أنا شفت تذكرت النمونا يا ابن العرب ماذا جابك صادق والله ترى يا أنا نفسيا تعبان وهذا اللي يتعبني أنا الرجال اطلعوا ما تطلعون يا ابن الحرام هذه مويتك لا لا مين مويتي مويتي أنا خلصتها قد صارت في التاريخ سكند باور يشرب سكند باور لا والله تكفى والله والله بطني صار كنص لتر موية ما شاء الله سكند باور يشرب لا لا أخي ترى في مايك أبدا ترى في مايك كان نصيب قاعد يشرب اشرب اشرب بسم الله عليك غص 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 بسم الله عليك بسم الله بسم الله عليك وش دخلني انا معلش لا عشان توصل عشان توصل خلاص لا اله الا الله سعد ما نبي ما نجاوب خلاص اطلع يعني ما جاوب خليك تطلع برا طلعك اليوم كذا اسقيك مويه اهم شيء ضربني مو تسقي مويه هذا ضربني بعد لسع لسع بصابعي اصابعي مشطبه ورا الحين يا حبيبي شو اصابعي مشطبه ورا عندي خطوط الحين طالع مش والله يصيب فيني جت جرح فيني رجال امس قاعد اسوي صرصار صرصار ماني يقول لي صرصار انا قلت مين صرصار طلعت من صلصة والله العظيم اني انبسطت يوم دخلت البرنامج دريت ان في واحد اسمه سعد يا بعد روح انت اي والله اني صاز والله انه في ناس قاعد تذاكر هناك والله وناس خلصت اوه الله انا بروح اجل بروح اتروش من الله خير بروح اذاكر هناك اشخص تنمونيه اتربع فيه اليوم والله انك ملكته ثم تربعت فيه صح؟ شوف هذه اليوم تطق جبهتك ايوه بدينا نواميس كذلك عني شيء بعدين طقت كذا لا لا مو هذه هذه اللي دخلت في هنا في جبهتك يا الله انت لان هذه لقيتها كذا الحرف ورايح ما مالي يا مريم بات الحمد لله على السلامة الله يسلمك جعلها في عدوينك جعلها في عدوينك انت عدوينك انت عدوينك انت والله شباب انطرت لي انطرت لي برايم لا حد يبكي لبيه لا تعطيني برايم ما حد يبكي اضحكوا وفلوها انت اطلع وقسم بالله اطلع لك احلى زفة يطلع قطع من قلبي وباخذ معي ان شاء الله ان ربي يسهلها وحتى من كاميرات البيض الكبار ذيك خلنا بالسيارة خلنا طابت كل مجال ترى عندي شارة طلعها كذا بدري وش ذا وش ذا ما مش يكوني ساهر ما في صدق ما فيها فلاش صدق لا حط لك فلاش يا رجال شغل كبس طفي جمع كبس مليار شمعة سبع مليار شمعة ذاك أنا والله صراحة عندي كم موضوع في بروفايلك ودي زينها لكن بعدين إذا كان يقعد والله يا رب قسم بالله والله العظيم إني بكرة متحمس للتجهيز اللي بسويه إنه ودي بكرة يجي من الحين يا رجال تفكر دعواتكم إن شاء الله هو أول عمل أدشنا ترى لنا ولكم إن شاء الله يسهلكم عرفت؟ إن شاء الله بيضرب فوق ويسهل أمرك ويسعدك يا سعد ويحفظكم كلكم جميع ويجمعنا على خير ولا يفرقنا امين يا رب امين الله يطول عمرك وجعل ان شاء الله كلكم نمنيه لنا ليه 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 وهمي وهمي ما ذكرت ما ذكرت تراني ما ذكرت نمنيه وهمي اي زين الحمد لله قومك هاي الله ثانك يو خلص زمك بالشطر الاول بس وش تبي قطع اسمع الشعر اسمعك اسمعك اصلا ما يشتغل والله والله ما في صوت ترى يا ارجع لي بنداكر بعد المغرب توك على المغرب هاي أصلية. رأني اشتغل صار. شكله طفل الباتري. ها؟ شحن لأنه تنشحن. أجل ما اسلم. أنا بحاجة حنانك. أبشر. واتزانك.
هذه صعبة شوي. وانضباطك في مكانك. وبعد ذلك وبعدها عندي أمانك واحتياجك واحتوائك وغير ذلك أوقف الدنيا عشانك. بس ممكن أشعر بلذة حنانك. الله هذه برضو من ضمن الربع. أعطيك قطها داخل وجهي. الحين جيبك ورقة وقلم وجيب سماعة معك. أعطي كلمة واحدة بس عشان مالك شغل الحين أضبط. شو بيك بالضبط؟ كلمة عشان إيش؟ هو بيكتب شعر. مين اللي بيكتب؟ أبو خالد. أبو خالد تكتب شعر؟ بحاول. والله إنك مجرم يا. والله. أول بيت بكتبه بفيصل بن قربة. فيصل بن قربة يا شاعر الزيزوق. شرف لأخيك الصغير. أنا بحاجة حلال يا فيصل يا ابن قربه يا قحطاني. مكسور؟ لا كويس. أسمع عليك تقول لا. ما جبت شيء جديد. تقول اسمي يا فيصل ابن قربه. اي هذا بداية الشطر. الشطر الثاني بعد أسبوع بعلمك. يا ما عندك مشكلة بعد أسبوع إن شاء الله نتلاقى على خير. يا فيصل ابن قربه يا قحطاني. أنا حاجة تبعثرت أوراقي. كمل الشطر كمل الشطر لأنه متبعثرة قدام. قولوا لا لا قولوا لا تبعثرت لا بدون أوراقي. لا بدون قولوا وأنا باقي على يلا خليتها نثر. أنا بالله يا لي أنا باقي على خلقي الراقي. أيه الله قولوا له أنا شواقي. راح تقول له شواقي. أنا باقي. خلاص خلاص. بس يا أخي كلها بتصير قولوا له أنا باقي. إيه خلاص عاد كل شيء. والله. إيه. لا عمرك تعود له. لا عمري يعودها. إيه والله. أنا عاصف شاعرنا. يا حبيبي. الكبير. شكرا. الكبير الله. حبيبي كيف تقوى. يا رجل اقرأ أذكار مساء أزيل لكم. إيه والله صدق ما دريت استغفر الله. والله أني صادق. ثم بعدها أصلي ثم بعدها أروح أذاكر أزيل لكم. وانت وذاكر يا وجه الله النوم فيني ألف. لا بالله بالله تخلوا بالأوراق يا أخي. هذه لي يا قد كملها عجاي. ترى أوراق خلصت كملت. طيب خلصت تشغل. أعوذ بالله يا وجه الله. قاعد أكتب أوراق ولا تشغل. اليوم حلقوا الشعر كله فين كله حلقوه. عبد الله ذاكر يا انتم تذاكرون جيت متحمس. ذاكر شعر. ذاكر الله صرت شاعر. لا انت شاعر. انا شاعر. انت شاعر. شاعر ان شاء الله بتصير شاعر. انت تكتب نثر صح؟ ها ان شاء الله تبارك الله عليك حرص الله. شوف عليك حرص الله. هذه من اي وادي يعني؟ ما ادري والله هي وش اصلا. عليك حفظ الله ما ادري وش. المهم ان يعني الله يحفظك. المهم انك شكلك شكلك تلقط من هنا وهنا و... ما ينفع ترى. عليك حفظ الله. حبس خمسة وخميسة استغفر الله العظيم. حياتك والله اني طرخت مره الليالي وانا خاطري مكسور. احس اني وانا فاقد خلي اعيش كيف اعيش وانا مجبوره.
تبي قصيدة أنا كاتبها يا فيصل؟ إيه بس خلنا أقرأ مودات وأعطنيها. أنت الحين تقرأ أذكار؟ إيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ان شاء الله اعطيك بيت مو مكسور ان شاء الله بس لك شرط ايه يا جماعة اليوم تاريخ هجري كم عربي؟ 19 أحس إني بدون شعور وأنا فاقد بدون خلفي أعيش كيف أعيش وأنا مجبور على الفرقة أستغفر الله ما شاء الله هذه مذاكرة لحقت ابراهيم يا رجال هذا شغلي الحين خلصت اذكارك كان قايل لي يا اخي اعطى قصيدة قبل ما تروح صح ها اعطى قصيدة القصيدة شرط القصيدة تناظر قدام ما اطالع فيك ايه لا تطالع فيك ابشر ما طردش ساعة البرك اسلم يقول ليه الحزن وابوك وامك عايشين الله ما أعطى لله ما أعطى واخذ فيها الزمن تراك في نعمة في قدها غالي بعيدها بعيدها ها يلا بعيدها لأني أنا ناظر فيكم أقرأ زين ليه الحزن وأبوك وأمك عايشين لله ما أعطى واخذ فيها الزمن تراك في نعمة في قدها عالمي نعمة عظيمة ما تقدرها بثمن الله الله كيف كمل خلصت الغالي يا أهلي يضيق صدرك وأنا حي الله يضيق
لا انت دافور انت ما يحتاج انت تدرون يا الربع وين داسن فيه ما خبرك انت ترى من النوع اللي يقول ما ذكرت وانت بالع حتى الفهرس انت تدرون وين درست فيه اليوم بعض الناس ذاك نص الصبح ها وين درست فيه الصبح بس تدري وين درست فيه اليوم ترتاح فوق الجدار ذاك تدري ليش يقول من طلب العلا سهر الليالي الله بس مو تطلب العلا تلقى فوق الجدار انا فاهم كذا القعوه ذاكر في الليل مو في الصباح ليه من سهر يا رجال اسال عصافير انا اكل يوم امس العشاء عصافير تطير هنا نقول هذا شكلنا نهار الليل لنا او فوتوشوب بالدعوه صدق والله ما عاد ندري احنا النهار الليل ما شاء الله تبارك هات ما شاء الله يقول لك الليل والنهار هما يقول من طلب العلا سهر نطلع العلا نطلع فوق جدار عشان يجينا يقرب العلم على طول نحجر العلم يا رجال واحده بواحده لما نرقى يجي اقسم بالله العظيم واحده بواحده قرات كلمة تدرين وش ودي خلنا نشوف كم تعطي وقت لموهبتك في الاسبوع اذا عندك موهبه فرضا انت عندك موهبه وش لعبه كره يعني انشئ شوف انا تلعب كره انت شفتني العب كره شفتك تلعب كره وين انا شفتك حلو باليسار اشوفك تلعب تابعك انا والله انتبه ترى لا بسم الله عليك الله يسعدك حرجتني ما شاء الله اتابعك في كل شيء اتابعك في كل حالاتك المهم سكند باور لازم اتاكد هل انت اكلت والله. شربت نمت ما نمت صحيت كم مره شايل همي كم مره سلفت شايل همي يا رب انا ما اقدر خلاص مش تبعد قد شفت قوه ثانيه مثل سعد الدوسري يا سرور روقي كان ينثر الدنيا قد شفت قوه ثانيه مثل سعد الدوسري قال تهور نطر الدنيا الله يسعدك ويوفقك ان شاء الله لا بقول لك شيء يا سعد والله المفروض يحطوني ملك اللوكيشنات كلهم يحط اللوكيشن جديد اي والله ما شاء الله تبارك الله بكره ما اجيب فوق الناضج فعلا فعلا ترى اللوكيشن بطل انك جاي هنا اول ترى شخصين لا فعلا اول والله يا من كره هنا كانوا اي بس هذه ما اول شخصين يقعد في اللوكيشن الجديد انا وسعد وسعد بس كان في سيارات تمشي سعد وسعد في اللوكيشن الجديد وانا واخويا سعد تعبت وانا اسير انا واخويا سعفت بالله اسمعوا ايش اقول قطابني بهذول اذا اسمعوا وين اقول قطابني بهذول تعبت وانا اسير انا واخويا سعد تعبت وانا اسير يا ولد انا واخويا سعد يا لا يا لا 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 يا لا لا ايوه يا لا لا قديم ترى اذكرها يمني توني اكل بسكوت ابو ولد دعايه ولد يعني تاكل انت ولد أيوة انت ويا انت ويا ولد تاكلون البسكوت هذا ازرق واحمر انا ما ادري امشي وقف قوت الثاني انت مسلم صح ترى تغلط ولا ها ترى يمكن كان في اذكر بسكوت الشمعدان بدي احبه ما تجيبونه شمعدان بعد هذا الغي خلاص في بسكوت انا كنت اكله اسمه شمعدان الحين خلاص هذا حق مصر في بسكوت انا كنت اكله ولا اسمه عرفت اسمه كم بربع جنيه اسمه وشو بسكوت اسمه والله عرفت اسمه؟ هو الازرق ولا احمر عرفت اسمه انه عنده زبده وسطه كذا تاخذ الزبده تاكل كذا وتخلي البسكوت انطلع البسكوت اسمه ما توقعتك تاكل الله عليك يا اخي انت فاهمني عدى غالي عدى وشو؟ اطمخ ابيك وانت مع الكور ذيك انت خاطر خلنا نذاكر بحجة عندي والله ما ذاكرت ولدي ترى ما ذاكرت يلا ذاكر تكفى ذاكر ذاكر دروسي ذاكر اني كم تعطي وقت لموهبتك في الاسبوع؟ هذا مدرس اسمه مدرس على 24 والله من بعرف اساميهم والله العظيم اني غلطت اسماء ربعنا الحين عيالي ما عليك من اساميهم الاعداد نصهم مش نص كلهم عرفتهم حتى ابو كاتب ما اعرف اسمه اي والله لنكبه والله لنكبه لا تحلف تكفى يا رجال لنكبه خليه يرجع عندي البرنامج ما خليه يروح انا ما اقصدك يا ابو محمد لنكبك ترجع انا ما اقصدك هلا بيك اقصد اللي جنبك ليش فيه اللي جنبك فهمه هو اسحب علي وش فيه اللي جنبه طال عمرك يقول قبل شوي ايش قلت لك تقول ابجر عيوني مدري وش ما عليك ما لعل كتب انا شو قاعد اذاكر قبل شوي تدري انها ما شاء الله علي يبلع كتب يا اخي ودي يخترعون اختراع علمك وشو تاكل كتاب ودي يخترعون اختراع يحطون جهاز كذا يشبكونه في الدفتر ولا في الكتاب ويحطون لزقتين هنا فهمت اللزقتين كذا بعدين فجاه صعق كهربائي يدخل الكتاب كله في مخك الا عندي تفك اللزقتين واقول لك وش هذا بعدين تسرده سرد الا عندنا اختراع عن طيب والله العظيم حلو يا اخي وشو ولا لك علي اي اتجاه لا يمين ولا يسار يمين ولا يسار انا ودي اسوي كتاب بطعم الشوكولاته نقرا لا خلصنا الكتاب انبسطنا ناكله ونحفظ كلش صح خلاص الحين نقراه خلصنا او خلاص جيب السكين يا ولد يلا قسم كتاب ما احنا قلنا الحين في الكيكه ما تاكلون وجه الرجال ولا عين الرجال خشم الرجال تاكل معلومه الفلانيه ناكل معلومه انت معلومه تقول شيء الدكتور محمد يلا انا باكل انت عليك باكل لا انا باكل الشلال باكل محمد الشلال ها
محمد الشلال باكل دورة محمد الشلال. خلاص خذ محمد على طول. وبالله اقسم لي من دورة محمد بها رباي. والله العظيم انت تلزق. وعطني قسمة صغيرة من دورة تركي. تركي ايوب بن ايوب. وصب لك شوي من عند دكتور ايوب. ابشر بالسعد. هذا من الكويت ما شاء الله تبارك الله. ايه. اوه هذا اهل الكويت تاكل وتصير مثقف على طول. محمد الله ما شاء الله تبارك الله. واحد من امريكا الله ما شاء الله تبارك الله. هب عليه والله من الثقافة يا ولد. في كل مكان يتكلم ما شاء الله. يوم ساعة اليوم ساعة أحمر الصناعية. يبوي ساعة أحمر الصناعية. يا ولد بش بقيت اني الحمد لله وينك يا حمد. المهم والله العظيم من اختراع طيب انه يخترعون كتاب يؤكل عشان ما ينطب ولا يتلف ومنها بعد يكون تجاري ساعة تجاري يعني كتب لا يسمعون والله مباراه اختراع مثل الفنجان اللي بالشوكولاته عرفت الفنجان شو اذا خلصته فنجان كذا يعني تخيل انت قاعد تشرب قهوه كذا تشرب قهوه بعدين فجاه تقول طق لا تاك 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 بلاستيك انا اقول لك يعني كمثال اي مثال تاكل البسه الله يحفظك والله المفروض يا اخي عندي مباراة اختراع هذه ايش رايك نسويها يعني مباراة اختراع السعدين الله السعدين يقول ابو الاسم الجامد يا ولد السعدين اسم رنان السعدين يا سرور مساك الله بالخير يقول لك ايش قاعد تبين رجال لان الكلام ببلاش وش الكلام ببلاش الكلام ببلاش انت فيك شيء اليوم ترى يمكن يطلعون في بروفايلك بكره جريمه قتل في احد برامج الواقع يا فواز لا لا بس مني طلعت وانا ساوي مني خلصت الحين كنست الدنيا كنست انا غبران دقيقه كان بكره كنست بكره بيجي اخبار الله وشي الله ايش بكره انا مشكور على كل حال مشكور كنس هذا يا اخي قص العشب جنم طيب بنميار بكره بيجي اخبار يقولون اليوم الغبار ما يطول عشب بزياده ما دخل جنم بنميار الله رسوس الشباب قاعد يذاكرون هناك انت بتذاكر معنا جوكم بيض انت لا انا من المثقفين تعال يا المينيز انا وقوتي تكفى يا المينيز جونا بيض تكفى يا الشطه يا سعد ذكرت متى تدلع عمرك يا رجل ايش 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 دلع عمرك يا رجل ما حدنا كب المتسابقين لهذا انت امس طلعت مع هذا الكتاب ورجعت ما ادري ايش فيك تغير علينا شاف نفسه شاف حاله هذا اختار بزمان ايش ذاك الوليد اللي منو يلي طالع وكنك ما تطالع فين وليد نظراتك حبيبي هذه لا تكررها نايم هناك والله نقول صدمه البراين وليد يقول ما يدقوني خليني اروح اقومه وليد استعجل هلا شوف كيف ذكي انت قوم انت شلون اصب لك شاهي عدني بس فرنجي يا اخي ما تغديت ليش ما تغديت والله فاتك والله ذبيحه قسم بالله اللحم منه كله مرق من زينه كيف ذبيحه مرق ما ادري بس انهم زي غدا امس لا احسن نفس هو امس بس انه اللحمه اليوم فواز ذبيحه صغيره شاي فين الغدا منصور اصب لك شاهي منصور في ملفوف ما ادري شاي وشو في ملفوف ملفوف؟ مش ملفوف؟ ايه فينو؟ ملفوف؟ مش ملفوف؟ أكل ولا يعني ملفوف يعني مخزن؟ ملفوف يعني أكل ملفوف ولا ملفلف؟ لا لا ملفوف 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 ملفوف؟ ايه والله لغتكم غريبة أنا أكتب ثقافات خليتوني لحالي كلكم مالت عليكم علي ذاكر لكم أساسا كم تعطي وقتي خلاص السؤال عدته 100 مره انا كم تعطي موهبتك 15-20% الشخص المختار لابد من الراحه النفسيه فما باله اي شخص والله العظيم ماني فاهم حتى السؤال كيف بيجي صالح ذاكر معي ذاكر معي صدق والله عادي لا تستحي يا اخي عشان تجاوب عني في النمونيه انت تفكر خلاص قد تفكر هناك خلاص تفكر خلاص كبر راسك علينا الله المستعان وكان رحمه الله احد اللي يصبون لنا شاي وقهوه عقب الحين احد المعرسين ما شاء الله الله يوفقك يا رب الله يجعل ان شاء الله حياتكم سعيده هنيه ان شاء الله جعل ان شاء الله يرزقك الله بذريه صالحه وجعل ان شاء الله انك ما تطلع نمني انت بعد انا ولا انت نمني وكل يطلع نمني والله صراحه بتفتك مني صح ما تجيب لي شاي وكذا اريح لك يا شوف يقول عندي اخلاق اسمع يا سعد يقول اخلاقك زينه يقول انا اخلاقك لا يقول انت اخلاقك مو زينه اخلاقك زينه بس انا اخلاقي زينه لا انا ولا هو اختار والله شوف 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 شنو انت توهق من اللي اخلاقه زين انا ولا سعد اختار واحد ما في ولا نموني قل كلكم ولا ابراهيم طلع ابراهيم يا صالح ترى من كلكم غالين والله الله يسعدك يا اجمل عريس يا احلى عريس هذه الورود نشها اذا صب وما اشرب ما شاء الله تبارك الله الله يوفقك متى زواجك والله ان شاء الله بسافر بشعبان او بعد شعبان كذا سافر مني عندي بس اخلص احجز لي معك خلينا نروح نحضر زواجك ان شاء الله
شرف. الله يوفقك ويسر امرك ان شاء الله. ان شاء الله تجينا يوم من الايام بولدك. هذا ولدي سعد اسمه. سمه سعد عشان يصير ما شاء الله عليه. والله شوف نصيحه، الدروس هذه دام تفهم المعنى لا تحفظ. ايش تفهم ازين تحفظ؟ لا أحفظ. أحفظ. احفظ بس ارقام. انا ابيك تحفظ وتفهم. انا مشكله ذا الاسماء حقتهم مره بضيع. انت عارف انت عارف اسمائهم. انت شوف اهم شيء خليك عند ال شو اسمه، خليك عند الشباب في غرفه العزب. وين تعالي انت بتقول بقى بفهم. اخاف اخاف سنتر جنبك في هنا. لا انت بتجيب عندي ان شاء الله. انت مسنتر لو احنا ياكلنا البرايم بيجيب عندي. شوف 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 انت تفاول بالخير يا رجال، لا تقعد تفاول بالشر. اي بس تخيل ان شاء الله. لا تجيب الطاري، لا تجيب الطاري يا ابن الحلال. لا تقول انا وياك برايم عشان انا ما انكم من ذا احمد سعود. لا ان شاء الله ان شاء الله تطلع ابراهيم باذن الله باذن الله باذن الله. ولا انا باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. اي والله امين. احمد سعود جاب عنا انا وسعد اليوم. احمد فيها في معك كتاب مذاكر؟ ما شاء الله نعيمًا طالع تلق لق لقان ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك ما شاء الله كنه طالع ما شاء الله تبارك الله. تعرف اللمعان هذا شو اسمه ايش يسمونه؟ طالع ما شاء الله تلق. اشم ريحه الخليج العربي يلق. يا اخي يلق. ريحه الخليج العربي كذا يلق لق تحس كذا شويطر يمشي شويطر. يا لبا الله يسعدك يا سعد. احمد والله ما يسحب علينا. أو احمد خليني انا داخل ذاكر والله قلت له ابرني ذا بالله ذاكر ذاكر الله يطول عمرك. يقول مخشته السيارة. مش يقول هو ما فخشته منه منه يقول فخشته السيارة حقتي. يقول ما ادري عنه. يقول دريته فوق انتم فخشته ما ادري فشخته مشخته. لا لا انا مخشته عندنا انا مشخته. ايه لهم عندهم ما ادري لها شيء ثاني. اسلم سؤال انت كاتب سؤال عشان ايه اقرا. في نهايه مرحله ماجستير هل يمكن اذهب لها؟ حسي لا 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 اقرا اقرا لا تقول بلا بلا. طيب ديل بسكوت. سؤال في نهايه مرحله ماجستير هل يمكن اذهب؟ اذا كان في استمتاع نعم. إدارة الوقت، إدارة الوقت والاستمتاع راح. تمام تمام حلو. طيب يقول أخبار الفعل التخصص فشلت فشلنا. طيب كيف ينجح لو ما يبي طب؟ لأن صارت قدرات عالية عاطف في شخص عنيد بشرط أربع علامات تؤكد نجاحك ولا ما تبي نجاح ما تشجع الناس طبيعي. هذه كلام كله سوالف. هل أنت إيجابي؟ نعم. أي أنا أوكي. إيجابي أنا إيجابي ألف. يقول لك هذه يتدربون تطنيش. الاسم حزين مساء يا أخي عبد الله بن خمار أو محمد في قطعة الخندق صحابي لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله. الإنسان يتلقى 100 الإنسان يتلقى 148 رسالة سلبية. إيش المسلم؟ شوف الإنسان يتلقى قبل قبل إيش 148 ألف رسالة سلبية. هذا قبل الإنسان يتلقى أي متى متى ما أكتب كذا بس يتلقى 148 ألف رسالة سلبية. ايه تمام 500 إلى 600 رسالة إيجابية. ايه شوف شوي شفت شلون أنا مذاكر إلا أنت الحين جالس معي ما عندك شيء، كل رسالتك كلها سلبية أنت الحين صارت. ليه؟ يقول لك 148,000 أنت الحين داخل في المجموعة هذا أنت. أنا من ال 148,000 ولا من 5600 أنت؟ لا أنا من 500 إلى 600 إيجابي. أنا إيجابي الحمد لله. على فكرة مو 500 5000 5000 لا لا 500 500 5000 5000 من 500 إلى 600 يا سرور سرور الإنسان يتلقى 600 إلى من 500 إلى 600 رسالة إيجابية. لا لا 5000 5000 من 600 إلا شوف شوف فكتبه مرتين أنا تأكد. لا مرة يا سرور سم الإنسان كم يتلقى رسالة إيجابية؟ 500 إلى 600 4000 لا 400 إلى 600 من 500 إلى 600 لا أنا خابر 148,000 هذا على حسب أنا أتلقى مئات. لا أنا قصدي المكتوب هنا شنو هذا؟ والرسائل السلبية 148,000 رسالة سلبية صح؟ السلبية 148,000 والإيجابية؟ والإيجابية من 400 إلى 600 شفت بس وكاتب من 5000 إلى 6000 ركزوا 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 في دكتور منو اللي قال هذا سعيد؟ هذا اللي قال هي سعيد الحارث سعيد 400 600 ايوه والله في دكتور ثاني قال 5000 لا 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 انت بنت بنت فواز ما شاء الله تبغى يتعسنا اذيتك ها يا اخي تسمع افرض يا فواز سياره صدمتك الله يهديك الله العظيم ما تشوف الطريق اسلم 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 لا تعصب سعد سعد اسلم لا لا شغل اصبر اليوم على سامي اليوم تقول كذا اسلم يعني 500 ما شاء الله عليك ذاكر انت يا اخي ما شاء الله عليك اي ما شاء الله علي انا الحمد لله حتى تكون ايجابيا اسعد طرق للسعاده اسعد غيرك. طيب حاول ان تبحث عن الفرح عدد نفسك على ابتسامه حافظ على الصلاه حافظ على الاذكار يا اخي مش الحكي ذا يا اخي تختار حكي لا 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 انت بنت حادث انك تفهم الموضوع ولا تحس ما تقرا الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.